دابا هاد الناس تقريبا واحد 10 كادير ديال الناس اللي تفرجوا تقريبا اللهم بارك جايين عند سيف بغي ياخذوا من عنده واحد لا ميثود واحد استراتيجي باش تبارك الله يدخل واحد 50 دولار 60 دولار 100 دولار حتى 500 دولار ولا اكثر. المهم ما ندويش في النابلس دابا ديك الساعه نطابق كل داك الشيء بلا دابا انا سيف تقدر تعطيني في النهار تقريبا شحال تدخل رباح نيت بروفيت مسمح لي ندخل معك ما عندكش ما عندكش الاكزاكت انا عارف بزاف كيتفرجوا فيا فهمتي راك عارف شوف ما عندكش الاكزاكت صراحه ما عندكش الاكزاكت المهم نقول لك ما بين انا كاخذ ساكا خليها هكاك من واحد كا خمسة كا من مليون خمسة مليون هذا سيف نت نت بروفيت رباح. نت بروفيت انا كندويش انا ديك التخربيق ديال رباح سيف خويا اسمح لي اش با يا سيف عليك مزيان بدا ما كتبانليش انا تحياتي اسمح لي بوك ما خليتي لي والو عرفتي اش نقول لك وي شحال والله حتى شحال تبارك والله ما خليتي لي والو صافي انا ما بقيت ما نقول دابا صافي والله عرفتي ما عرفتش حيت خلاص ملي دويت في هذا السوجي دويت معاك قبيله في هذا السوجي دائما صراحه هادشي راه معروف دابا الهيترز موجودين شوف اي واحد عنده الهيترز ديالو شوف ماشي مشكله برو شوف الهدف هو داك الهيتر سيرجع فان هذاك هو غتكون انت جود مان فهمتي ما اش نقول لك ابو سيف والله الا ليه ليه شوف اخي تا واحد مي هذا ميساج الله يحفظك كندوز لك دابا دابا شي بحال ديال 100 كندوز لك شي حاجه كادو طاو الدويفه طاو السوشيال ميديا طاو يطلع صوت يقول لك هذا هو ها جبت صافي والله خي ياسين اسمع اسمع الضوء من دري سكينر الموبايل اون جينيرال كان في 2018 مات تقتل الاغلبيه اللي كنخدم منو هادو اللي كيبانوا لك دابا خدامين الاي كوميرس كذا كاملين كانوا خدامين فيه حيت كان فيه الصرف وانت مريح فهمتي مرتاح كان فيه اللعاب شنو طرات زيرات عليهم جوجل فهمتي سدان اللعيبات ما كاينش الحل مره والله الا خي ياسين كان عندنا الحل بغيناش نحتكرو صراحه والله ما بغينا نحتكرو انا تحب اي واحد دار 80% من اللي خدامين دابا رجعوا بسبابي ما كنبغيش نعاودها فهمتي ولكن رجعوا بسبابي الصراحه حد الله حطيت لهم ميثود فيها كل شيء واخا جاني سبان موراها واللعبت هاني نمشي عاود المهم سيف سيف نقول لك واحد القضيه انا شوف قبيله قلت لك في الواتساب قلت لك باش يبقى اللايف سبونتاني ما غندوش على شي حاجه عندها علاقه باللايف عندك حسن برو صراحه احسن فهمتي سبونتاني ما غنقول لك اشنو غيجي سبونتاني ما غنبريباري وما والو غيجي لايف سبونتاني والله الا بغاك 2020 عطيني الله قسما بالله الا حطيت لهم فيديو دار بوم فهمتي صافي انا تما ما صراحه فاش تعرفت داك الفيديو ما نكذبش عليك قبل منه شويه كنا كنعاونوا الدراري في واحد الجروب في ديسكورد اللعيبات كنعاونوهم شحال واحد اصاحبي اللي كيضرب 500 دولار في النهار صدامنا بالله حنا ما كنضرو كنت تبغيش تصور على بنادم راك عارف ما عاد علاش تصور عليك شنو غنربح مثلا انا تصورت عليك شوف واحد القضيه نقولها لك انا ما عمري قلتها دابا ملي بنت بداو شويه تجيو عندي الناس يتبعوني وي الناس يصيفطوا لي ياسين ديرو لايف ياسين ديرو لايف وي واي واحد يقول لي ديرو لايف تنخليه اون ستاند باي وتنتبعو تنشوف وي شنو تيدير في لي لايف ديالو شنو باغي اسيدي غادي يجي معاك لايف باش ياخذ بلاصه الناس امبورت لان عقل يعني تقول هذا السيد السيد ياسين يعني راه يديروا عنده يمشيو عنده تجمع دوك الناس يديروا فيهم ابو يقولوا هما غادي عنده صافي الاوتو مون داير فيه هذا الشيء انا سي شحال مره تنقول لك انت بغيت ندير معاك لايف شحال مره تنبغي نقولها سيف ما تنعرفوش مزيان تدخل في والله سيف هذه ما فرحت باش ندخل فور كونت هذه ما عمري قلتها لك تندخل فور كونت وتنتفرج تنشوف السيد لا ما بغيش يطحن ولاد البلاد ما بغيش يضر شي واحد
باغي يعطيك. وانا كنت باغي اكو واحد ديك البيطه وحطيتها وبعتها ب 500 دولار الواحد، راه 1000 واحده صاحبي راه خربتها على 500 كان ضربها في ليله انا يعني. فهمت كاين 500 بالاخر والله شوف الريسك الاخر غادي يخلص هذاك رئيس ما عقولكش عندهم الفلوس، ولكن حيت لا حل اذا لقى الحل غادي يدخل دغيا فهمتي. كاينه فهمت 500 دولار عاد جي ايزي دغيا دغيا جبدا فهمتي، حيت مع ماشي شي واحد مبتدئ كذا غادي يتعلم بروغرامات ديجا الدراري كانوا كيطحنوا الدولار وجاو ستوباوهم فهمتي، بحال صافي بلوك ما عندهم ما يخدموا اغلبيه كي لاشي فهمتي. صراحه انا والدراري صحابي هذا اللي كيطلعوا معايا في اللايف غيداك عمر ايوب فهمتي انا نفس صافي قلت لهم الدراري بارطاجيو هادشي بنادم صافي صوبي فهمتي الاحسن هادشي ما عنده حتى علاقه مثلا فيه اثر عليك مثلا ميل. انا عطيتك فيديو ها انت كحليت المشكل فيه غادي اثر عليك فاثر عليا انا مثلا واحد ودخلت لينا بنادم كان كلشي لاش رديت لنا بنادم الدومين بسببكم وبسببك راه وريتك الميساج براكش راه السبب وهذاك ما كنديهاش على بنادم فهمتي شوف حيت صافي انا في الطريق الصحيح الى صافي داكشي كيجيني انا المقوده هو ما يجيكش الهيترز فهمتي الا كان عندك الهيترز راه مزيانه انا والله حتى كنفرح كاين الهيترز تيخليك تخدم والله حتى كنفرح مشي كنشوفهم وكنقول وي اوكي جود فهمتي انت بسيط وي برو تنديها انا تنقولها ديما ملي كنبغيك نقول لك واحد شي معلومه ونقول لك حاجه خاصك تبين لي انني راني نقول لك حاجه هادشي أحسن أني ديب ما تفيد ياك أربي أنها فيها تسمع دابا هاد الناس تقريبا واحد عشاكة ديال الناس اللي تفرجوا تقريبا الله ما بيه جايين عن سيف بغي ياخذوا من عنده واحد لا ميثود واحد لا استراتيجي باش تبارك الله يدخل واحد 50 دولار 60 دولار 100 دولار حتى 500 دولار ولا أكثر ما عندوش النمبرز دابا ديك الساعة نطرقوا لكش بلا دابا أنا سيف تقدر تعطيني في النهار تقريبا شحال تدخل رباح نيت بروفيت مسمح لي ندخل معك ما عندكش الاكزاكت ما عرفتش بزاف كيتفرجوا فيا فهمتي ما عرفتش ما عندكش الاكزاكت صراحه ما عندكش الاكزاكت المهم نقول لك ما بين ان كارت مساكا خليها هكاك من واحد كا خمسه كا من مليون لخمسه مليون هذا سيف نت بروفيت نت بروفيت انا كندويش انا ديك التخربيق ديال كي صور لك 100 مليون هو اصلا خاسر 75 مليون ولا 80 فهمتي راه بزاف تنشوف بزاف ديال دوك لي سكرين نسيتو ديال لي دروب شيبر تيبان لك حط مليار هو داك المليار يلا عنده فيه سميتو واحد 100 كالا عنده الى عنده فيه ما ندويش على دوك الناس اللي ما تيشي واحد كيقول لك لا موينه برو غير بغيت نوضح واحد اللعيبه اللي ما بقاش في المويه بقات بعمرات انا كنترخى شهر ما كنخدم والو داكشي داخل فهمتي داكشي كيطيح عاوتاني شويه ملي كنرجع نخدم عاوتاني كيطلع فهمتي هو شويه كيعلم العجز فهمتي كتشوف المدخول داخل عاد كيخصك واحد الموتيفاسيون باش تنوض تخدم عاد عندك شي جول في الشكل فهمتي انا حاط الموتيفاسيون حاط اللاين فيجرز فهمتي كجول فهمتي انا كنخدم عليه والله اعلم كل واحد عاوتاني نقول لك هذه تقدر ديرها ولا ما ديرهاش وي برو طيب نادم تحلي البي سي توي العك صافي بلا انا شنو بغيت نقول لك في الواتساب خليك تكون قاعد بحال هكا ما خليش تكون قاعد تقدر يوري غير شي شكون شي جوج وصافي كنت عندي بزاف ما نقدرش نحلهم كامل لايف مستحيل احلك شي واحد جوج في دي فيلم حتى انا ما كنحطش كلشي في دقه فهمتي كنترجش داك كنترجش داكشي فهمتي تقدر انا نحاول نحل كل شيء يلا لو كاشي لي كاشي باش تبدا كاشي انا عندي دابا نقول لك السكرين نوريك سي خاصك تعرف على اللعيبه كاين بزاف ديال النيتورك حتى انا نطرقوا ليه كاين ديال لي زاب وحدهم كاين ديال الفيسبوك كاين شركات اخرين فهمتي راك عطلك اوكي صار عليا واحد دقيقه الله يعزك ما توقعتش الصراحه هاد اللعيبه زربتي اونطاني والله انا بغيت نحشم هاد الناس كنشوف تعالى في 901 كيتفرج فريمون غادي نحاول اوكي واحد قال لي هاد الشوب ها تنشوب ها الماء ها
اما باش نديرو اشهارات الشركه تبارك الله عشاكه مثلا نحلك بلاتي شي كونت لاخور حتى انا عندي ديك الشيء مفرق بلاتي نور اوكي اها طنطان غادي نوريك غادي نوريك يدير هذا الشهر هذا فهمتي يعني اذا زود هذا الشهر ما نوريكش شي حاجه لاخرى مستحيل انا تشوفها صافي انا نوريك ثلاثه ديال الكود هذا الشهر هذا ولا المهم انا نشوف قلت لي شارجي واحد اكسل فهمتي اوكي اسمح لي واحد الدقيقه خذ راحتك سير راسي انا نوريك الاكسل ديال هذا الشهر هذا ما علينا اوكي فين هو فين الاكسل ها هو بلا ما تبقاو تسكريني وا انا عنده ما يسكريني فهمتي قاتم الله 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 عرفتي زعما فلوس فلوس زوينه فلوس المهم هذا راه فيها هو الشهر هذا فيه 4 هكا فهمتي فهمتي نورمالمون شويه شويه انا عندي داكشي في الراحه برو ماشي مشكل هو ماشي باغا حنا نشوفو شوف وتقول لنا شنو هو داكشي شنو هو هاد البيم وهاداك البيم اللي كدوز هاد البيض هاديك 4 هكا ونص فهمتي الاخر 4 هكا لا هي فين هي مثلا ندز لك الاخر فين هو هذا فيه دوكا و 700 فهمتي هذاك فيه 9 دوكا لي كونط اخرين برو ما نقدرش نحلهم فهمتي هاديك 19 كا ديال الشهر اللي فات هاديك اللي كتشوف 19 كا ديال الشهر اللي فات ما هادي في كونط واحد انا عندي بزاف عندك ديالك كيفاش دورك النيتش ديالك شي واحد قال لك بان النيتش ولا ما عرفت شنو هو اعفض ما تخافش كن هاني انا هاني برو دابا كنخبي والو اصلا هادشي راه كنبارطاجي لبنادم وعادي فهمتي فاش كنكون في المود كنبارطاجي لبنادم المهم كاينين بزاف لي كونت صراحه ما ندخلش فيهم الاخرين صح انا برو ما شوفوش داك الشيء دابا صافي دابا مزيان اسير واه دابا سيف دابا غديني انا مبتدئ دابا انا تبارك الله هاد 10 ونص كان تيتفرج ايوا مبتدئ بغيتي تعلمني نعلمك برو اخي شوف اول حاجه بغيت نوضح واحد اللعيبه برو ما كنعيان بغيت نوضح البنادم اللي كيفهمهاش عاد انت دابا عندك بنادم جديد فهمتي ما عارفش فهمتي ماشي بحال اللي عندي انا الفولورز ديالي ديجا ما افونسي عندك لاريم واحد اللعيبه غيكونوا كيتفرجوا فيا السيور هذه بالتاكيد فهمتي الدراري لايف ابسولوتلي فور بيجينرز فهمتي راه ما كاينش زعما ابو الخوشي باس داك الشيء جاك اللايف موبيل كيتي حيت هما انا عارف هما برو غيجيو من الموبيل راه خصوصا على بعض الناس اللي يقدروا يضل النقاش هذا هو اصلا الصباح اصاحبي راه كاين واحد لازم في الصباح والله يوميا راه بنادم راه صاحبي داك الشيء راه مسجلو حاطو في اليوتيوب لي لايف اللي هو اوه كان بنادم كيعاني من عاطيتهم كيفاش يتريبليو داك الشيء في 10 فهمتي مخدامه بري مخدامه داك الشيء بالبروف انا كنزل شي حاجه غادي انا خدمت عليها وحطيتها فهمتي كاينش شي حاجه ما نعطيكش شي حاجه ما لقيتش نخرجها ما عملكش الترويض فهمتي دابا خصك تعرف واحد اللعيبه اللي شنو كان كيطرا شحال هذه خياتي 2016 الترويض هكا شوف كيجي يقول لك انا كنضرب العاقل كيبقى يتصور عليك فحالي مثلا ما كنتصورش على بنادم صراحه عمري حطيت شي سكرينات غير اليوم انت زربت عليا ما بغيتش نحش انا بالناس كيبقى يتصور عليك واللعيبات وتايلاند فهمتي انا كنهضر على الناس في الريسكين فهمتي الريسكين خدم على الهوبين بارتي العاقل وخا انا وهو كيخدم السبام فهمتي كيخدم شي لعيبات ما السبام ماشي زعما كيدير فلوس الناس اللي مثلا نطرق لهم بعد في اللايف الخدمه ترى 10 هكا في النهار 5 هكا فهمتي وات ذا فاك
المهم سير ما كمل يمكنش فهمتي راه غيخلي الامل القلب راه كيعصبني بالروز ولا فهمتي كيعصبني حيت طرات لي وما حملتش راسي فهمتي بنادم كيضرب تاو خدام حاجه ويقول لك خدم حاجه باش ما تجيش لعندو ديك القنت فهمتي باش هو يبقى يضرب العلاقه تما بوحدو كاين خمسه هكا 10 هكا فهمتي في النار كيقول لك خدم على حاجه اخرى كتجيب 2 دولار ما يمكنش اصاحبي ما تقولوش اصاحبي ما تقول ما تقول له والو بس ما غير ما تصدروش فهمتي راه هادشي هذا راه هادشي راه كيتباش ما تقدريوش على السوجي فهمتي شوف دابا دابا الدراري كيفاش يشدوا واحد كيلو ياك شاد واحد حوس كيلو شوف تنمشي تشوف واحد حوس كيلو انا مغطي داك الشيء براسي انا كنقدر نمشي ستوريات ونديرو هايلايت فهمتي ثاني لا الا فتلت له شي لعيبه غير ولكن غير داك الشيء داك الشيء رئيسي فهمتي ماشي زعما كلشي يعني نوطي اذا بنتو شي حاجه ينوطيها ينوطيها فهمتي ما كاينش كرا المشكل والحاجه شوف بنادم اللي ما عرف والو حنا شنو خدامين فهمتي خدامين كنحطوا لي زابليكاسيون هذوك اللي في التليفون زابليكاسيون موبيل جيمز هاد جوج الحاجات يعني يا تخدم جيمز يا تخدم ابس بس تقدر تخدمهم بجوج شويه بشويه هذه هي الفكره الاولى هاد لي زابليكاسيون الجيمز كتحطهم في بلاي ستور اب ستور هو وي ستور كاين بزاف فهمتي كاين بزاف ديال لي بلاتفورم باش تحطهم فيهم بس يا شي واحد تقول لي غتصوب ابليكاسيون هادشي فهمتي هادشي صعيب هادشي تسمع بان شي حاجه واو ولا شي حاجه ساهله حيت ما مونجازيش في داكشي ولكن هو ماشي ساهل وماشي صعيب فهمتي خاصك تقاتل شي شويه عاد تشد الريتم ديالو عاد تولي صافي كتخرج 10 في النهار برو فهمتي صعب صعب دابا بسيط اذا تبع بنادم هاد لي زيتاب اللي غتعطيه ان شاء الله شوف عطيني لي زيتاب طبعا انا نحطو في السكه دابا فهمتي اييه غادي نحطو في السكه وغادي نفهم بزاف ديال الحاجات كنعطيهم شي لعيبات اللي يقدروا يخدموهم ولكن باش يخدموهم مبروع خصهم شي لعيبات فهمتي شي سكيلز فهمتي راه ما يمكنش شوف ما كاين سو ذير از نو ايزي ماني برو ما كاينش ايزي ماني اللي كيتسنى ايزي ماني عاي كيدي دابا من دابا فهمتي كاينش فلوس سهله كاينش فلوس سهله برو اللي كيتسنى الفلوس سهله ما راه كيتسنى يفتح سيت ويدخل 50 دولار 500 راه ما تاخذهاش فهمتي فهمتي سو باش نكونوا متفاهمين على القضيه هذه شنو الاخر نبداو يعني مثلا الانسان شنو يحتاج السكيلز اللي غادي يحتاج بنادم دابا حنا بغينا نخدموا هاد الدومين مثلا نحطوا لي زابليكاسيون جيمز بلاي ستور كتدخل انت كتشوف داكشي ولكن ما عارفش داكشي كيفاش خدام كيفاش كيكون واضح ليا هذه اول حاجه واضح من النوع انا نشرح لك بحال نزل يوتيوب باش تطلع لك فيديو ياك هذا نزل يوتيوب هكا كيربح شوف لي زابليكاسيون كتطلع لك الاعلانات هاكا كتربح داكشي مثلا اللي شركة الاعلان تما هادو اللي يوريك تخلص منهم كاين بزاف كاين بزاف كاين بزاف وكاين اللي طوب واللي طوب فيهم عاوتاني دي كريتير ما خصكش تفاير معاهم باش يسدوا لك الكونت راك عارف فهمتي كاين العيانين غير طحن فهمتي ما كاينش جراند المشكل فهمتي دونك حنا السكيلز اللي غادي نحتاجو برو هو بيكا بيجينر ما كيعرف حتى حاجه ما عمرو قصد فوتوشوب برو ضروري فوتوشوب ضروري نوسيون غير لي نوسيون دو باس ها انت قول لي دابا فوتوشوب شي واحد دابا لاني انا سطل في فوتوشوب ها انت فوتوشوب غادي تمشي تتعلم مثلا هاو تو ديزاين ان ايكون مثلا فور مثلا شي لعيبه غير لي زيكون لي سكرين ديال مثلا ديال بلاي ستور هادي يكتبوا هادوك اللي انا نشرح لك انا نوريك انا نقلب لك شي سكرين مثلا داير قيدو داير الله يحفظكم قيدو فهمتي مثلا عيب باش بنادم يفهم هذا الشيء في غادي نحتاجه فهمتي فهمتي سو ليتس سي مثلا شينيت مثلا دخلوا بلاي ستور عندنا هذه مثلا اي خصك تعلم تقاد هذه انت فهمتي هذا الايكون هذه كتسمى ايكون هذه فهمتي هذه كتسمى سكرينز هادو ملي عاد تعلم عليهم فوتوشوب باش تقادهم فهمتي انت ما غاديش ترسم هذا الشيء بطبيعه الحال غير الديزاين ديالهم حيت ديك التصاور كتجيبهم من جوجل ولا اللعيبات فهمتي ولا كتعرف تكادري تعرف تقاد بزاف د الحاجات يو نو يعني لا باز ديك لا باز لي نوسيون دو باز في الفوتوشوب فهمتي لي احنا قلنا لك شي صاحبي في درنا الفلتر ديال شي لعيبات قلنا هذاك شي باز بازيك دابا هو خصو يتعلم بنادم غير يبدا دابا انا هادشي اللي غنوريهم اليوم غير غادي يحطوا في السكه يبدا وغير يدخلوا للدومين باش يعرفوا شنو واقع فهمتي حيت ما يمكنش غير غدا يصبح كيقاد جيم راه بوسي راه ما يتسناهاش فهمتي سيف بغيت نسولك هذه مهمه وي برو مرحبا مال في الاول باش يبداو احتاجوا العاقه باش يبداو كونت كيتفتح ب 25 دولار برو وكاين دي كونت
كونت ديال جوجل بلاي ديفلوبر مثلا انا الكولي مبالغ جوجل خلي القهوه انا جوجل بلاي كونسول ها هو مثلا هو غادي القهوه هنا جوجل بلاي كونسول ها هو كما كتدخل جو العباد تشري $25 تشري تحت في لي شوبي شو عنده زول مشاكل فيه اللعبات هذا الطريق يا بنادم بنادم حيت جوجل كتمنع عليك نقول واحد اللعيبه دابا هاد الولد ولا هاد البنت باغا تبدا هاد الدومين شحال خاص ديال الفلوس $25 سالينا وش تحل كونت $25 كونت واحد $25 ديك الكونت غادي تحط فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون بلان لا دابا قول لي هاي انفيستي ديك $25 ومن بعد خاصها تونجاجا ولا خاصو يتونجاجا يتعلم فوتوشوب وداك الحوايج اللي غاتعمل الا خاصو يكونسو ودابا شوف الانسان تيتعلم عادي يشري كونت حيت داكشي الكونت من الحوط راه عادي نورمال فهمتي حيت الكونت اللي عاد تدخل ليه عاد تبغي تبيبلي داكشي ديال كتحط ايكون بلاصه اللعيبه في بلاصه ما تنزلها صافي ايزي يعني في فلوس يعني الكاش دابا حيت الاغلبيه ديال بنادم عنده الوقت باش يتعلم عنده الوقت شوف الدومين ديال الوقت هذا كيحتاج الوقت ما كيحتاجش راس المال عرفتي شنو فهمت زوينه بلا شنو نقول لك مثلا من 30 كان اللي كتخرج في الشهر كتكون مخاسر انكا واش فهمتيني 30 على حسب فهمت ولكن هاد النيفو راه ماشي اي واحد كيوصل ليها برو باش بنادم عاوتاني اللي بيجنر عاوتاني ما يتشوكاش على الدخله فهمتي يولي كيدخل $10 $5 في النهار يقول كانوا كيكذبوا علينا في اللايف نو انا راه جايبها من شحال هذا من 2014 وانا خدام فهمتي انت وقبل من 2014 راه من 2009 وانا خدام في اليوتيوب عارف الادسنس عارف داك الشيء كامل شنو فيه عطيت انا في الويب واخا مازال صغير فهمتي كنت كنعمل ديك الفكره ديال الويب صراحه كان الناس غادي هكا وانا غادي هكا قول لي شحال في عمرك 26 عام تبارك الله تبارك الله طيب درتي الدار الطوموبيل شوف الحمد لله خير موجود شوف كيفيكش سير كمل صافي فين بقي انا كنسى صراحه بقيت تفكرني خصوصا بحال هكا كنكون في الشعب الله كنسى قلت لي غيشيو داك الكونت ب $25 خاصو يتعلم السكيل ديال الفوتوشوب فوتوشوب لي نوسيون دو باز على طرف انا وليت تعشت في الفوتوشوب الله يرحمك انا غنفهم تقلب شويه اشنو غنمشي طافي في يوتيوب اش من فيديو في العيطه دابا مثلا الله يرحمك انا ما عندي الوقت شوف انت واش عندك الوقت لا والله الا كنت تقلب الشاب يا عصو قولي ندير الوقت المقتول المره الجايه بارطاجي معايا شي سكرين صباح البلاد زوين انت كتمشي ارغو ويمشيو يبقاو يتعلقوا كلشي عندنا صاحبي هنا عندك بي سي عندك كونيكسيون قدم على راسك اصاحبي يا صراحه الانسان عنده كلشي صراحه فهمتي كلشي اصاحبي والله تيبقاو فيا الدراري والبنات تيبقاو فيا وتلقى حتى بنات حاركات بنات بنت وي 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 بس ما دقيقه نفتش لك على شي حاجه طيب وي برو قالك واحد طلبه وي الله يحفظك نحاولوا ما نخسروش الهضره في هذا اللايف حيت بغيت نحاول باش نصيب انا كنزير الصنطه بالرجوله حيت انا وياك في الواتساب ما تندويش بحالك وي انا كنحاول غنحاول والله حتى غنحاول ما عرفتش المشكل ديال هذيك عايش بوحدي تقريبا ما عرفتش شحال فهمتي كتبغى غادي سمحوا لينا صافي سير بحال شوف برو يكتبوها شوف ميك ميكانيكال مثلا فور اندرويد اب فوتوشوب اكتب هاد الكي ووردز هادو في غادي يطلعوا لها شي فيديو اسمح لي كيطلع بزاف ديال الفولورز هنا بلاتي كتب لنا في ميساج ها انت كتب لنا في ميساج ها هي شنو غتكتب فين غتكتبها في يوتيوب في يوتيوب راه موجود اللي فيديو يتفرج مع راسو تيشبع فوتوشوب صافي سالين فهمتي عيل قد الغرق الناس يفرحوا كيفاش قدها فهمتي صافي هادشي اللي كاين برو صافي غادي يتعلم هادشي شوف مثلا في حاله يبدل الايكون بسكرين حيت تحتاج دي سكرين فهمتي صافي غادي يتعلم غادي يعرف غادي يشوف كيفاش كيكادري اللعيبات كيفاش كيجيب هذيك اللصق هذه مع هذيك الشيء اللي غادي تحتاج ما تحتاجش شي حاجه ما قدرتش حنا نرسمها فهمتي غنلصق شي في الاول غادي تعرف شنو كاين تنزل الاولى اللعيبات راه في الاول غادي تكون عاد نورمال فهمتي ما تسناش من هاد المرات ولدك خرج من الاخر راه نوريك انا ديك الكون ديالي في 2014 ضحك عليا هذا داك الشيء داك الشيء كولورس مهم ولا داك الشيء المهم كتعلم هادي نعاود نكتب لهم في ميساج الله يحمد الوالد كتب لهم في كومنت يلا مالك كتبها
الله هات بداو يلا سير. بنت تشري الكونت ها هو من بعد غيوريكم منين غتشري الكونت غيوريك كلشي ها هو تكتب ها هو تكتب غاتكتب غير هادي هادي غنكتبها ليه غنكتبها في كومنت غتطلعو من دي فيديو هما غادي يفهموا شويه بشويه يقلب غيلقى الناس بالعربيه انا ما بغيتش نكتب بالعربيه ما كتباش غير شويه هاد القوس الناس بالعربيه موجود فهمتي موجود كيفاش تقضي تنكليت تيا كيفاش من تشري الكونت الكونت كيتشرى من جوجل عاد سهان تكتب سير جوجل بلاي كونسول غادي تلقى كونت ما كرهتش شي واحد نصرد له اللينك في الانستغرام يحطوا ليهم لا تيشوف انا نصردو ما عرفتش حيت ما بغيتش ندخل لايف من البيسي واخا صبر عرفتش تدخل البيسي تقدر كومونتي ولا انا كومونتيت صبر انا كومونتيت يمكن وقيله طلعت منها بعد لي الكومونت ونبانكلي هذاك هو تما كي تما فين كتشري غنشرح لهم واحد القضيه يردوا هذه نوطي وهذه ستيلو حمر هذه فهمتي جوجل كتخليك تشري كونت واحد بكرطه واحده باسم واحد يعني سيف كيشري كونت واحد ما تقدرش تشري اكثر من لي كونت يعني الا بغيتي تسكيلي من بعد عندوز هذاك ندوز شويه فهمتي شويه في الشكل بلا عندوز هو هذاك الفيديو اللي كنت حطيت باش حل المشاكل تبدا الحلان فهمتي حيت كانوا كيحلوا كيسدوا ليهم ابار لي كارت وديالات فهمتي يعني هذه نوطيها الانسان كونت واحد ياسي كيشري كونت واحد كيشري الكارت وحده بلا الكارت الكارت من البنك ما كتعاودش في الفيمنت ارد ديال تعاود فيها كونت الاخر يسدوا لك الزور تقول لك ممنوع الناس يعني واحد يكون لي كونت ولا كثر بلا هذه هذه النقطه هذه فهمتي لا كاطو تحل كونت واحد سالين فهمت بغيتي تحل لي كونت الاخرين كاين دي ميثود داكشي دير هادشي هذا بعدا ورجع على اللايف ديالنا القدام واللعبات سر عند مازال هو الايام غادي غير سيروا لي لايف اللي عندي انا في الانستغرام ديالي غادي نلقاو داكشي كامل محطوط كامل صافي محطوط كامل ما كاينش غير المشكل دابا خصهم غير يبداو فهمتي بلا الحاجه الثانيه برو ركزوا معايا مزيان واش انت غادي تخدم لي زابليكاسيون ولا الجيمز القال كاين فرق كاين الفرق في الخدمه بتاتا فهمت الا عاد تخدم لي زابليكاسيون خصك واحد لي لونغاج ديال البروغراماسيون تعلم ليهم واخا ماشي تكون بروفيسيونال فيهم ولكن غير تعرف تحرك يدك في داكشي كامل فهمت تعرف شنو تما يعني نقول لك تعلم لي واحد ها شو اي واحد يقدر يتعلم اي حاجه برو ما كاينش شي حاجه صعيبه راه خويا الصغير انا علمته هذا الشيء عادي فهمتي مثلا صغير مثلا بعمر 17 عام ومشي زعما شي واحد اللي كان عنده مع البيسي واللعبات نو هاك عاد غير اللعب علمته داك الشيء حق جلست قرا داك الشيء واللعبات كامل ما علينا شنو الاخر يعني اذا غنخدموا لي زابليكاسيون انا نقول لكم شنو غادي تحتاجوا دابا شنو غيحتاجوا اي شوف اذا يخدموا لي زابليكاسيون شنو غادي يحتاجوا اذا يخدموا الجيمز شنو غادي يحتاجوا فهمتي دابا غادوا على لي زابليكاسيون دابا لي زابليكاسيون كلو شنو غادي يحتاجوا الا خدم لي زابليكاسيون باغي تعمل لي زابليكاسيون اللعبات حنا ما قلنا لكش دير لنا فيسبوك انستغرام حطوا لنا هذاك الشيء مباع هذاك براسو جول ديالي فهمتي بغيت شي ابليكاسيون تكون عندي بحال هكا انا براسي باقي ما وصلت لهاش فهمتي انت تعدل لي زابليكاسيون سيمبل فهمتي باش الانسان يجيب حاجه بالدولار من بعد اللي يعرف لي زابليكاسيون اللي كيجيبو اللي ما كيجيبوش داكشي مع المضمون عندك لي زابليكاسيون غادي تحتاج جافا في عندنا السوق غادي يكتبها انا كتبها لهم دابا جافا كاين بزاف انا نشرح لك الفرق بيناتهم دابا كاين جافا في عندنا السوق كاين فلاتر كاين رياكت نيتيف سعيد وزيد محيحين ليا في لي كومونتير هنايا بلاتي نسالي لكم اللايف بلاتي حطيت لهم برو دابا باش نعرفوا الفرق بيناتهم جافا رادر ستوديو اذا تعلمتي هذه مزيان بزاف فهمتي حيت كوميونيتي عندهم كبيره وجافا قديمه لغه قويه بزاف فهمتي غير هو غادي تحط هذوك لي زابليكاسيون غادي تحطهم غير في جوجل بلاي والهواوي صافي
الخوت الله يحفظكم اللي سيقيد يدير شي شيما ولا شي لعيبه باش تعقل عليه هذا الشيء. انا غادي نحط هذا الشيء من بعد كامل غنحطو برا انا خصني نرتبو في راسي باش ما نتلفهمش غنحط لهم داك الشيء كامل في الستوريه صايله فهمتي تلفت شويه شي حاجه عاوتاني قيدها بلان سير عندك جافر اندر ستوديو ولكن غادي تحط داك الشيء غير في عندك في الهواوي بلاي ستور ما تحطش بلاصه اخرى بلاي ستور هو تابع لجوجل هو تابع الاب جاليري المهم داك الشيء ديال تشاين ما عليه فهمتي اذا خدمتي بفلاتر غتقدر تخرج كيتسموا هذوك كروس بلاتفورم فهمتي تقدر تخرج ديك لابليكاسيون تخرجها تخدم مثلا في جوجل بلاي والهواوي وتخدم حتى في التليفونات ديال لي زايفون ولا لعيبات فهمتي يعني بحال كتضرب جوج دقه وحده يعني عصر عندك ابليكاسيون واحده تقدر تنزلها هنا تقدر تنزلها هنا وهنا فهمتي اندرويد او في الريك نيتيف كذلك بحالو غير هما كيختلفوا واحد اللغه ديال فيسبوك واحد اللغه ديال جوجل فريم ورك يتسمى ماشي لغات مهم هذا موضوع بوحدو واصي وي عرضني انا كنتخش على صافي وبشويه باقي نشوفها بيجين شوف نحن مبتدئين شي اذا فهمت انا زيد والله الا كنحاول شوف كنحاول نبسط له ماكسيموم قلتي اللي غيخدم الاب هادي لونغاج اللي خصو يتعلم ماشي ضروري يرجع بروفيسيونال فيهم ماشي ضروري يعني بحق ولكن يعرف بزاف الحاجه يضرب فيهم فهمت يقدر يصايب شي حاجه بيسك شي ابليكاسيون بيسك بحال ديال الوال بيبرز ديال مثلا ديال فيك كولز واحد وحدي كيتسمى فيك عاد ندوزو لهاد الشيء فهمتي هذاك الشيء البيسك حنا ما طلبناش منه يقد لينا شي حاجه خارقه وي بلان انا كنظن الاحسن يشوفوا جافا صراحه واعره فهمتي الا تعلموا لا راه غادي يحكموا اي ابليكاسيون يقدروا يعدلوها في راسو يقدروا يحطوها فهمتي اي فكره يحطها فيها ولكن فلاتر وريكت نيتيف هما واعرين غير هو داك الجوج كيخولوك انك تدوس في الاي او اس وفي بلاي ستور في هواوي فهمتي هما لا ما تقدرش تدوس في الاي او اس مستحيل عكسك تعلم سويفت ديك الساعه هما هادو اللي بانجليز ماشي كاع ما شفتو ما برويا دابا تجيو قال فولو انا كي انا عرفت كيطلع انا ما عنديش كيطلع لي غير فولو ما كنشوف كاع والو فهمتي داك جافا الكوتلين لا عرفت جافا فلاتر وريكت نيتيف والكوتلين لا واش شي واحد كاتب كوتلين يقدر ولكن جافا كتجينا انا وهي الكوتلين واعر الصراحه ولكن جافا احسن فهمتي صافي كم راه حيت جاب غادي يلقى دي سورس فهمتي واجدين يقدر غير موديفي فيهم فهمتي دابا حنا جو اذا تعلمتي غير شويه ديال لي نوسيون دو باس هادشي هذا كامل شنو غادي تلقى هو ماشي ضروري ديفلوبي داكشي ا زيرو كتشد كود سورس غادي تشريها ولا تشريها تلقاها في دي جروب ولا شحال كتدير شي حاجه ديالك غير هو كتكون تعرف كيفاش تزيد داكشي ايزي فهمتي ماشي شي حاجه صعيبه كيفاش كيفاش بابا مثلا شوف بس على خط ابليكاسيون واحد الكود ديال الكود ديالها كيفاش دابا ابليكاسيون كيفاش الكود سورس دابا شي واحد شابه ما عارف شنو الكود سورس الكود سورس هو بحال صعيب نشرح لك شنو هو الكود سورس فيك كتكتب الابليكاسيون كامل الكود ديالها الكود ديال كل واحد الفيشي فيه بزاف ديال لي كلاس واللعبات هادشي يعرفهم من بعد فهمتي الكود اللي كتجمعو كيعطيك ديك لابليكاسيون اللي كتنزلها في البلاي ستور مثلا بلا هذيك حتى كتكون دابا هذا كيكونوا واجدين ديجا عند بنادم حاطهم مثلا اللي كيبيعهم يا حاطينهم في لي جروب الا كنت انت معلم غادي تشد داك الكود بلا ما تضرب تمار انت اصلا تقدو تكتبو كامل تقدر تموديفي فيه في داكشي اللي بغيتي انت فهمتي داكشي علاش انا قلت لك غير يعني الانسان اللي يتعلم يقدر يموديفي وكذا حنا ما عتقدش داكشي كامل من الزيرو وي فهمتي هادي اللي خصو يديرها بنادم في راسو وكاين دي سيت اللي كيبيعوا دي كود سورس طبيعه الحال كاين كود كانيون نوريه له لازم نكتب لهم كود كانيون
انا نكتب لكم لي سيت اللي كيبيع لي كود سورس كود كاميون عندك ستايل ماي اب الخوض تتبعو وسط الاقلام من بعد غادي تقلب راسك وتبعو هو الا بغيتي شي حاجه انا كتبت لي ادو لي سيت اللي كيبيعوا دي كود وصلنا نوريك مثلا صور مثلا انت كتدخل كتلقى مثلا الكود ديال هادي مثلا ديال بيكسل فوتو ايديتور كيتباع ديجا كيتباع فهمتي $29 كتشريه كتبغي تيموديفي عليه شويه واللعيبه تحطو فهمتي انت ولكن خصك تعرف شويه مثلا هادو دي جيم هادو عندو زون بلاصه من بعد كاين دي بزاف فريمون كاين بزاف راه كاين الغرق ديال لي كود سورس فهمتي كامل هادو كيتباع يعني باش يبان باش الانسان يجي يبوظ في الراس فهمتي انت سيت دابا انا غادي ندير هادشي عبيط ولا كاين دابا واحد دومين خاصو الادوات من الادوات اللي خاصينو خاصو البيزيك كيتعلم الكريتيه في الفوتوشوب ايوا برافو داكشي ويبدا شويه يموديفي هاد لي كود سورس يتعلم داك اللونغاج اللي كتبت لك كويس جافا فور اندرو ستوديو فلاتر وريت نسيت باش يقدر يموديفي ولا يقدر راسو لا ابو باقي دابا اغلبيه اللي عندي هنايا مساكن باقي ما بادين صافي خصو يتعلم ابو يوتيوب موجود اش غيطابي في يوتيوب فلاتر للمبتدئين غيجبر مثلا رياكت نيتف للمبتدئين غيجبر جافا فور اندرويد ستوديو للمبتدئين غيجبر واحد الكورس على راسي تما راه غتولي بروفيسيونيل الله يحفظك بدنا وحدك انا نشوفك انا نشوفك واحد الكود كان واعر شوف خلي من الاحسن حيت كاين بزاف غنبارطاجيهم من بعد باش نقلب مع هذاك اللي مزيان فهمتي نسيتو يعني الا كان شي واحد الدراري العشرين اللي كيتفرج في اللايف يقدر يصاردو ديك الساعه نعاودو نحطو ليهم واه صافي باش نحط لهم داكشي اللي يقدروا يتعلموا بنو داغي اللي ديجا دوز السؤال فهمتي قال واحد لعيب واحد الود زوين قال لك كاينين النود في فايبر كاين غتقول له بغيت هادي ولكن اصلا باش تقول له انت راه انت اصلا ما فاهمش اللوجيك واش خدام لا فهمت فهمتي انت براسك ما فاهمش يقول لك شنو بغيت تقول له ابليكاسيون مثلا ديال هادي انت دير اللي بغا وداكشي ما صالحش فهمتي ايوا تاع تصرف تشريها دابا ندوزو اخي ياسين اللعيبات اذا بغيتي تخدم الجيمز جيمز صراحة فيهم الصرف وفيهم في تلعب ديال بصح فهمتي جيمز موجود البراش موجود كي كليك وموجود عارف كي كليك على الاعلانات ضرب منهم الصرف هاد الدراري ضربوا منهم بارت باز كاع ماشي غير الصرف بور هاد لي جيم اشنو خصك سهلة ايزي جيمز كاين انا عصر انا دابا نوريهم واحد الكورس ما كرهتش نجبرو فري ما كنبغيش صراحة نتيليشارج داكشي ديال الناس ابرو ما نكذبش عليك الا بغا شي واحد يتيليشارج انا غادي نوري لو كي تقلبوا عليه فهمتي جوجل شي بصيف هاد البلاد بحال ديال فري انا سلم خليني ما نخلص هذا الشيء ولكن ملي تكون عندك فلوس قلت لك شري فابور شري فابور خذو لكن ملي يولي عندك فلوس خلص والله تي كنخلصو انا بشوف كنشري كورس كنتفرج كنتليش كنلقاه في جوجل واش لعيبات الا عجبني كنرجع نخلص موديل والله تا كنخلصو معلم صح حيت ما كتجيش فهمت فريمون ما كتجيش هبرو خدمه ديالو صاحبي وضرب تمارين وشحال سجل فيديو كيشرح لك وانت صاحبي حتى شي $30 صاحبي وتعلمت من هذا الشيء وانت سيفا اوتوماتيكمون تدير واحد البروغراماسيون ديال العقل الباطن على الغنى انك ملعق تتبروغرامي على الغنى المهم اه شوف كاين تخدم الجيمز كاين يونيتي 3 دي انا نكتبها هذا لوجيسيال فهمت يونيتي 3 دي لوجيسيال والكود ديالو كيكون بالسي شارب كتكودي بالسي شارب وسي شارب لونجاج ديال بروغراماسيون انا نكتبها لك سي شارب اي ها بوليا تشيد سي شارب انا كتبتها لك لونجاج ديال بروغراماسيون وي اه وي انا كتبتها لك دابا هاد اليونيتي كيخدم بالسي شارب فهمتي باش بروغرامي الجيم واللعبات الكود ديالك كتكتب بالسي شارب فهمتي كاين واحد الكورس فيها هادشي كامل ماشي ضروري تكون واخا تكون عمرك قيس الكود غتولي واعر عمرك بروغراميت ما عمرك وصل واخا تكون سطال واخا حتى غادي تقصقد لي جيم ديالك خاصك تكون سطال فهمتي زوين انا غادي دابا ندخل لك كاين في اليوديمي هو انا نوري لك دابا Udemy.com واش شحال داير سي شحال داير انا نشوف
ايه انا ونبارطاجي مع الدير كونت داير 84 دولار ولكن نقدر نبرو لك رخيص شي 19 ولا شي حاجه ماشي ماشي مشكل هو ماشي مشكل صراحه ها انت شوف ها هو الاول يعني ها انت فيه تقريبا شاد الاولاني هذا ادخل عاد تكتب غير يونيتي طور بدا يطلع لك هو الاول يوزي يا ورد انا ندخل ليه وتعرف في التيتشر مثلا هو هذا واحد امريكاني واحد عراق كان امريكاني حسيت المهم كورس نار هو صافي هو صافي هذا خي ياسين غادي صافي ما كاينش غادي تقول لي نار داك الشيء ديال الكاينت بلا انا ناخذ بارطاجي يوديمي واخا يدخل اي واحد اي كونت اللي بغى يدخل ليه يمكن ولكن غادي يسخر دابا في الترتيب ديال القرايه ديالو غادي يتخربق حيت كاين لاعب ديال الزرب كاين لا غادي فهم داك الشيء بلايد فهمتي وي فهمتي ولكن المهم هذا انا نشوف شي حل انا نشوف شي حل شوفوا اذا شو لقيناه في جوجل اي تيليشارجي شو كاين في جوجل بالتاكيد لقيتي في جوجل نبارطاجي معاه في جوجل عاد لقاوه بالتاكيد الا لقى اذا كان عند شي واحد يصردوا لينا نحطوا فهمتي كاين الدراري غادي يكون ديجا عندهم بلا ما كاينش انا نحطوا ماشي مشكل هذا فور جيمز غتولي ناضي غتبقى دير جيم واعرين مزيانين في الاول ما عتقاش داكشي ديال مثلا ما ديرش بابجي ولا فورتنايت ولكن غدير اللي كيجيب الفلوس مواك هذا هو الهدف غادي يجيب العقل شوف الجيمز على حساب الجيمز اللي بعرف فيهم كيبقاو في السطور بزاف ودري الصغار كيبقاو يكليكيو فهمتي كيكليكيو لك على الاعلانات ودابا دي جيمز شنو تقدر دير فيهم برو الكوينز كيتباعو تقدر دير بزاف د الحاجه هذاك عقاب واحد بلا ارض شد البيع في وسط ابليكاسيون هذاك خصو شي جوج لي لايف وحده هذاك لا لا فهمتي تلقى بنادم اللي كيشري سكيز كيشري الكوينز هذاك الشيء كامل كيتقاد ايزي كتحط له مثلا 100 كوين يقدر يشريها ب 4 دولار وكيشريها وليد كيشريها فهمتي او شوف اللي ما بوقل حتى شي حاجه غنحاول اللايف نسجل شوف اللايف انا شوف كنحاول ندير له ماكسيموم برو صراحه كنحاول بالصدق داك الشيء كنحاول ندير له عليه كومين راه ماشي ديال لايف ولا ديال جوج ولا هذا خاصو خاصو الوقت سميتو حاول نعطيو غير وقت باش غادي نمشي تحاول تديرها داك الشيء اللي كاين داك الشيء بالضبط داك الشيء كمل لي بصح صافي هادو باش تخدم لي جيم صبرو هاد الشيء اللي كاين يعني عندك هذا صافي كافي انا كيجيني هذا الكورس صراحه كافي باش تخدم انك تخدم الجيمز تقد كاين شي جيمز كيتسموا الكاجوال جيمز اذا دخلت انا ندخلك دابا نشوف صبر عليا دقيقه انا قلت لك خاص بي سي واعر لا خاص بي سي واعر ولا عادي يونيتي كتحسب شويه بي سي ماشي واعر وماشي معيه نورمال حيت لوجيستيك شويه كبير كيحسب شويه المهم راك عارف ولكن يقدر الغرض الانسان في الاول ما يبقاش يتشكى على حساب بي سي ما يبقاش عذر فهمتي وي راه كنا كنخرب شي خدمه بانتي مربعة صاحبي في 2014 2013 مربعة ماشي تاكوديو صافي يا صاحبي شنو دو السنة خلينا ساكت بلاتي انا نقلب ليك على الكاجوال جيمز غيكونوا الناس كيعرفوهم بزاف ندخل لك شي ستور مثلا غادي يكونوا كيشوفوهم غادي دابا غادي يعرفوا شنو هما الكاجوال جيمز غيكونوا ديجا يعرفوهم صبر لي دقيقة شنو كاجوال جيمز هما بلات انا غادي نوريك مثلا اسمح لي هما ديك الجيمز اللي ايزي فهمتي كاين واحد الجيمز ايزي ما كاينش تعقيدات مثلا شي وحده مثلا هذه حتى هي فهمتي ديك شي جيمز ايزي هادو كيتسموا كاملين كاجوال تقريبا وكاين كاين دي دراري كنعرفهم واصل لي هو واعر برو معناتها هادو كاجوال هادشي عادي فهمتي مثلا شي وحده اخرى كانت مشهوره باش يعرفوها شي وحده كانت معروفه تاع عند المغرب الله يسامحك المهم شنو كانت مشهوره من بابا هادو كاملين كاجوال جيمز
هادي راه تحطها في ميتها بروف نهارها فهمتي من غير طحن داك صافي تحطها سليت فيها وتدخل في عمر لا ما بقي جاي داك الشيء دابا حتى تحط دابا كاين قرف تحط وكاين قرف بزاف الحاج ابراهيم سال داك الشيء دابا تا يلاه تعلمتي واحد السكيلز ديال انك تقاد واحد الحاجه ماشي تدير لها الماركتين فهمتي هذاك الماركتين ديالها بوحدو فهمتي لا سير مثلا عندك برودوي واعر ولكن ما كتقدرش تبيعو واخا تكون قد فهمت واخا يكون كواليتي هاي كواليتي ولا ما تقدرش تبيعو ما عندكش الماركتين لا نبصي ما ستور في المليونز ديال لي زابليكاسيون عيط لحزام اف ديالك ويلي زعما نزل لك الواحد صنوط خصك ديال العيبات باش فهمتي باش تطلع هي الاولى باش تطلعها ولا تطلع هي الاولى كاين كاين شي لعيبات انا نجي لك انا نجي شويه بشويه باش نرونهمش صافي غادي تبدا تقاد هاد لي جيم فحال هكا غادي تقادو مزيان تقاد دي جيم اخرين ديال السيمولاسيون كيتسموا لي جيم ديال السيمولاسيون بحال كتكون ما عرفتش واش كتلعب بزاف انت ولا لا ماشي بحال بابجي ولكن كيكونوا دي ستوري فوسط واحد اللعيبه خصك دوش اللعيبات فهمتي كيكون واحد الوحش ما خصوش يقتلك شي لعيبات المهم هادو ديك الساعه من بعد يكتشفوا هادشي الراسه شويه هما دابا يمشيو يقلبوا غادي يبداو يشوفوا هادشي فهمتي دابا بحال غادي توضح لهم واحد الفكره غادي يشوف هادي اه كون هادي اه كاجوال جيمز هادي اللي دوا عليها صايب مثلا اه هادي ديال مثلا جيمز فشكل هادي اش كيتقدو هالبوجيست اللي كيتقدو بعدا دابا غادي يعرف باش كيتقدو هاد لي جيم فهمتي يا هو ماشي شي حاجه عاد بصراحه هاد النيفو غادي تبقى تقد 6 شهور بعدا هاد اليونيتي دعتي 6 شهور ما عنقولكش من 6 شهور عاد تدخل فهمني دابا 6 شهور عتولي واعر والله تصور اللي واعر فهمتي اللي عطيته الوقت ويساني انا بعدا انفيستي في 6 شهور انا براسي قريت وشحال هادي انفيستي 6 شهور ودخل العاقه مزيان من بعد ولا تلقات من هنا ومن هنا ومن هنا ومورا اصلا هذيك السكيل على خرجها صافي والله ورا قرينا 50 وصفر ما صفرت لي وليتي انا هاد المنظومة التعليمية ولا حتى ما عرفتش فيها والله براف تضيع على الوقت براف شوف عندي جوج لي ماستر برو و شوف خلي داكشي ما خدامش باش كنقول بلي ما يقراش رجعوا لساعة بان لي غادي تسد هاهي قال من دقيقة ونص والله إلا عطاني ها انت شوف خوت انا اللايف هذا غادي نسيفيه بان لي غيتسد والله إلا بقات لي دقيقة ونص ما عرفتش الشوق إلا رجعوا للعيبة ديال الساعة قلت انا غادي نسيفيه دابا كمل ساعه انا غنسيفيه او نعاود نطلع لايف اخر ديال مازال فينا الحراره سير دغيا وفي الاخر اللايف غنقول لكم واحد اللعيبه مون خليها هذه مزيان نخليها في الاخر ديال اللايف هذيك صح خليها يلا انا نرجعوا دابا يلا سير الانستغرام ولا رجع لي البلان ديال الساعه باش يحبس اللايف بلان هذا ولكن غالبا الله يفسد سينيال حيت ما كانش هاد اللعيبه في الانستغرام غالبا شو يقول الله يفسد سينيال عرق او سينيال في اللايف ديال الصباح خوت واخا الدومين شويه ماشي ما صعيبش غير هو فيه شويه تكنيك ولكن راه بان ليا مزيان من شي واحد ما عندوش راس المال عنده غير كونيكسيون ما يحط الدار تيبان لي ما يحتاج فلوس والله الا مرحبا الخوت اللايف غالبا يكون تي سينيال فهمتيني حيت اللايف ما كانش يتقطع ليا انا في انستغرام تبقى مسجل حتى الصباح ولا كانوا رجعوا هاد اللعيبه ديال سميتو هادشي اللي كاين ما السلسله ديال الميمه يلا سيف نرجعو تاني كاش غير كنتم حسنا واحد كنتم تسيط على الثاني جاو فونك مروح والآه راني بدل الطربوش جاب لي الحرارة الاخرى صح واو زيان دابا لوز لا زاز لوز دابا متخممش وقتي فرجع بيا دوك الناس اللي كانوا تقريبا شتمنا لها في الصف يلا توصلني باش نساكل ما نضيعو حتى واحد شنو باغيين حنا برو
الله يحفظكم الخوت. اي واحد لا دبل هاد اللايف برو، انا بنادم اللي عندي ديجا افونسي صراحه، باغي نرد هاد الناس هادو اللي عجبهم من عندك ردوا من ليفو ديال الاخر باش يكون ديك شي سواسيه شويه. المهم يخرجوا شويه بعدا فهاد اللايف شويه يخرجوا. والله برو زعما هاد المعلومات ما كانش ما كيتعطاوش، ما جيتش واحد صدع راسو يحط لك اتو زد شنو دار. كنا كنتمنوهم اصاحبي حنا في 2014 2015 ما كاينش قليل فهمتي. والله يحب الوالدين. لا برو والله الا كنت درتي بكل فرح ما نكذبش عليك فهمتي، حيت شوف دابا ممكن شي واحد ما كيبغيش يبارطاجي كيخاف عندك اتصار عليهم، حتى ما كياثرش عليا ما كياثر عليا. شوف السطور تما كاين مليز. شوف انا ما دخلت انا واحد 1000 مغربي راه 1000 هنداوي داخل. فهمت سير سير بغيت نسولك. وي برو مرحبا. علاش ملي بغينا نطلعوا لايف انا وياك بزاف الناس ما بغاوكش تبارطاجي مع 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 الكوميونتي ديالو، قال لك ما ديرش لايف مع داك خونا وداك الحياة وهادي وهادي سميتو. علاش؟ اللي نقدر نقول لك شوف نجيك صريح، حيت ضعاف برو فهمتي كيخاف المنافسة. حيت ضعاف ضعاف حيت هما دابا في واحد فواحد السيتوياسيون بحال كونفورت زون، كيخافوا دابا يدخل بنادم بقى يحس عليهم العيبات عينو خصهم يخدموا طوروا راسهم وصافي لفوا داك الكونفورت زون. هما ماشي ما حاملينكش فهمتي، كيخافوا ديك 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 الحاجه اللي عندهم تمشي لهم. هذا الشيء اللي كاين. انا كنقول الله يعاونك صراحه كتفرقع زي السمكه. انا كنقول لك الضعاف والله نتحداك نتحدى اي واحد. انا كنبارطاجي مع 2020 والله ديال والله ما عقلت 2020 وقيل كانوا طيروا لي الكونطال الاولاني بشاري شاري الكونطال الاولاني كانت فيه 16 كا تبقاو سيني عليهم عرفتش برو طيروا لي الكونط جيت ما لقيتش الكونط. واش فاس كاسيف ديما نتبقاو يجيوني في الميساجوس بريفي لي ليان كدا هادي حنا شركه كدا قول عندنا ديما تيجيوني. ترى صاحبي دارو جروب وكانوا كيسيني عليوني مره اخرى في اللايف صراحه سخط غير فهم تما هذيك اخر لايف قلت لهم الدراري من بعد سالينا. ومالهم دابا ما بدو يعني نسينا عليهم هاد اللايف صافي. دابا دابا انت ديجا الكونت ديالك مزيان فهمت ماشي بحال ديالي ضعيف راك عارف ماشي مشكل سير حل يتكمل لي ما عرفتش فين كنا صراحه تلف تريف كرو جزيكم بخير الله يحفظكم. كنا وقيلا في يونيتي وقيلا لا وريتهم باليونيتي شنو نقدر ندير. واحد اللعيبه كموتيفاسيون بنادم انا واحد الجير هنا في المان فهمتي طحنا له واحد البلان ديال الجيمز هذا ما نقدرش نشاريه دابا صراحه ما نكذبش عليك. كتهوش دي جيمز ديجا كتعرف باقي كتعقل له واحد لي سيت اللي اسمه ايكريك 8 في شحال هذو كنا كنلعبوا فيهم ما تعقلش عليهم انت واقيلا والله هاد الجينيراسيون ديالي عقد عليهم شي بان 34 عام انا نوريك بلاتي بلاتي نوريك. شوف كاين واحد لي سيت هادو كيتسموا فلاش جيمز فهمتي تخدم بالفلاش ولا ال HTML5 كاين بزاف الغرام عرفتي راه ما نعاود لكش ملايين ديال الجيمز على ميثود كتهز هاد الجيم كتلوحو في بلاصه اخرى بحال كتخرج من هنا كتسد من هنا فهمتي تالينا صوبه صافي هي كتحطها كتنزل صافي هي هي كتنزلها هادي بغيت نخرجها صراحه حاليا بغيت نخرجها ولكن انا سير غادي نبارطاجي ديجا حنا لا يخلي تقريبا كيف كان الدين هذا مزيان كان ميلان غير هذا الساعه 10 في النهار كتهز كتجيب بيه نص ساعه هذيك العصر المهم تجيب واحد 500 دولار فيكس فهمتي في النهار في النهار فهمتي والله ما سي قبل لا تما تما ماشي دابا قبل والله غناخذ نبارطاجي هذا انا بغيت دابا بنادم يبقى مبرزط مع هذا الشيء حيت هذا الشيء شويه ماشي افونسي دي ميثود كونتاكتينا شركات لعيبات باش نقدروا نعدلوا شي لعيبات كتحاول توبتيميزي في الخدمه فهمتي هذوك الضعاف ما يقدروش يديروا هذا الشيء هذوك الهيترز باغي يبقى في داك الشيء ديالو خليه مزيان باش ندخلنا عندنا حنا. المهم هادي راه هادي صراحه واقيلا حتى الفولورز ديالي ما عارفينهاش فهمتي اول مره نديكلاريها واقيلا انت كتجبدني وصافي. والله ما نزق لك بابا بلاتي بلاتي
سير البلان اللي كنت قلت لك قبيله في الواتساب. انا هو كل شوف شوف وقت. هو اما خليها شوف نخلي في الاخر باش منها الرسوج باقي بزاف الحاج. واش عييت انت؟ اه لا ما كاش ونقول لك قلت لك قبيله وقلت لي الله خاصنا ما نصبقوش هادو هادي ونا وكذا وهادي ولكن غنطلع. لا ماشي لا ليست مساله تصدق ولكن غادي ندير دي فيديوز. المهم غادي نقولها دابا تطبيقيا لهذا الشيء هذا فهمتي طبيعي الحال ما يخلصني حد ما يخلص واحد. سير اخويا الله يسر لك الامور سير الله يجعلك تدخل 1 مليون دولار في النهار. ولا كتقول لي باش كنت قلت لك قبيله كنت قلت لك سيف قلت لك ما كاش نزلوا شي خمسه من عند اللايف صعيب برو. انا نقول لك بحال تفضل الناس على الناس فهمتي ما كنبغيش انا هذه القضيه فريمون ما كنبغيهاش ما يمكنش فهمتي. غادي تفضل مثلا واحد خمسه علاش ما ديش خمسه الاخرين ما جاتش الله ما ندير فيديو تيتعلم كل شيء وهذو فيديوز وهذوك دابا هادو اسيف ان شاء الله صافي نديرو انا قلت ان شاء الله دابا حتى يس كنت فوق واتساب انا غادي لهم بعدا قبل ما تبدا الخمسه غادي ندير لهم شي تيست في اللايف ما صافيش في اللايف تقدر دير لهم شي تيست. اه دير لهم تيست عندي ماشي في اللايف ديالك فهمتي ما عرفتش شنو دير لهم تيست عندك زل لهم دير لهم جروب واتساب اشنا هو غير غادي بارطاجي وغادي يقول لك خويا سيف انا فين وصلت حتى الوقت خمسة ساعات تقول لي في اوديو تاع تايا في الجروب غادي واحد جوج ثلاثه ويستافدوا كل مزيان مزيان انا كنت غادي نديرها بزاف ولكن صعيب قال لك الخمسه خمسه وغنجبدوهم من هذا الله غادي نديروا ديك الفيديوهات قلت لك انا نحط فيديوز غادي تعلم كل شيء ولكن ودابا شوف كونسلطاسيون ماشي هي ماشي هي سميتو كنديرش كونسلطاسيون لا ولكن بحال بحال سيدي مونتورينا تتمونتوري بنادم تتنصحو واي فهمت تتبعو تيقول لك شوف اخويا سيف راني درت كذا وكذا وصلت لكذا اش بالك في هادي تا تكون سالي انت ودير اوديو خلص لي برو عرف سي 5000 دولار نديرها معاه ما درتهاش فهمتي وات شوف هو ماشي مساله فلوس انا كنوريك دابا انا كيجي لي عندي زعما انا نديرها معاه ماشي مشكل انا زعما ابار على وجهك ولا على شي حاجه انا باغي نديرها ما باغيش نديرها بالفلوس فهمتي بلا ما باغيش بلا فهمتي بلا مون سيف صافي كون هاني شوف صافي شوف غادي تحل الجروب واتساب غادي يبقى بيس تا تكون قاعد تشوف قهوه واسمع اسمع لي زوديو وغادا تجاوب دير واحد جوج ثلاثه لا ما ديرش هادي دير هادي هادو الناس اللي غيكونوا انتيسي ديال بصح وصافي صافي 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 يلا غنعزلو من هاد اللايف ان شاء الله ان شاء الله كمل كمل عافاك قلنا وقفنا نسيت انا كاع الله احكي لي زير والله الا نسيت شوف كنت وريتهم هاد اللعيبات يونيتي دابا غنزيد واحد الحاجه مهمه كنت نتحلف ونقولوا مهمين ندخلوا في المشاكل يعني كنت ندوي لك حاجه مزيانه هل المشاكل ضروري باش الانسان كيعرف راسو علاش داخل تيب ديال الخدمه اللي كاين في الريسكي الموبايل بيزنس اللي هي اللي فهمت كاين ثلاثه كاين عاد خدم سبام فهمتي انا نشرح لكم شنو هو السبام وكاين سيمي ليغال وكاين ليغال ثلاثه الحاجات ثلاثه انواع الخدمه تيب ديال الخدمه كيداروا في الابس في الجيمز ما كيهمش شرحهم الله يحفظك بثلاثه انا نعطيك واحد بواحده بواحد سبام شنو هو كتجي كتخدم على كوبي رايتد كي وورد فهمتي واش فهمتي مثلا عندك ياسين العلاوي واحد الكي وورد اللي عليه كوبي رايت في جوجل بلاي عليه كوبي رايت ممنوع تنزلو انت ممنوع عليك تنزلو حيت ديال الشركه فهمتي انت كتحاول تنزلو بشي طريقه باش كيكون عندك الترافيك فري كيجي كلشي دغيا دغيا فهمتي ما كتعذبش الناس كيقلبوا كيقولوا كيعقلوا معقلوا من تال الاصليه وكيتيليشارجيوها كيلقاو الاتس واللعيبه تراك عارف هادو هذا كيتسمى السبام وكاين السبام فيه البرانك حتى البرانك فيه البرانك شنو هو كتعقل شي ما عرفتش واش كنتي كتيليشارجي بزاف استرجاع الصور كاين كاين استرجاع الصور كاين تهاكي الواي فاي هادشي كنا خدامين على 2016 ما كاين لا استرجاع الصور لا والو
شوف هو براك صراحة ما كاينش هذاك براك كيتسمى هذاك براك ابليكاسيون براك ما خدام كتوهم اليوزر باللي راه خدام وما خداماش هو كيدخل على اساس انه عايز يرجع الصور وما كيسترجع والو انت كتستغل هذيك الدخله ديالو الاس كيطلعوا وكذا هادشي براك وغادي نوريهم كيفاش خدموا البراك بطريقه مزيانه واحد اللعبات كيتسموا الفيك كول فهمتي الفيك كول يعني شي واحد كيعيط لك فيك هادو كيديرهم الدراري الصغار مثلا كاين لي كاركتير فهمتي كاين بزاف ديال لي كاركتير في اللي كيتفرجوا فيهم مثلا كاين ماي ليتل بوني كاين بزاف اللي متبعين هادشي غادي يعرف كدير بحال الشخصيه هي كتعيط لك كدير ابليكاسيون فرام هادشي اللي قلنا نفس الشيء تعرف شنو يدخل في الكود باش تقدر تشد غيابك ولكن هذا ايه بدات نهار انا غادي نورد لك الضوء دابا باش تفهم مثلا ها هي ديال بي تي اس ها هي مثلا بحال بي تي اس هما اللي كيعيطوا بي تي اس ما فرقه موسيقيه عرفتي اي عرفتو ها بي تي اس زعما بحال هما اللي كيعيطوا ليك صافي هي كتدخل داخل كيبان في واحد ليماج ديال واحد فيهم كتصوني عليه كتجاوبها كتسمع غير شي غنيه ولا شي حاجه ولا شي حاجه وهداك الشيء راه بسيط ولكن كيجيب الفلوس فهمتي كاين مثلا هذه واحد الجيم مشهوره بحال هاد الشخصيه هي اللي كتعيط ليه فهمتي فهمتي كاين داك الشيء هذا اللي يقدر هذه واحد الشخصيه معروفه غادي هما يقلبوا على بحال هادو غادي يقلبوا عليهم راه موجود الغارق عملها غير نيلويا سيميلار او لا يكتبها غير في اليوتيوب غيطلعوا لك لي زانيم اللي فحالهم واحد الكاركتر ديالو ما تحطهم حتى انت هذا يدير هاي 10 في الكونت ولا 30 وحده فحال هذه في الكونت غيضمن واحد $50 فيكس غيبقى له واحد العامين ولا 3 شهور 3 سنين فهمتي كتجيبها ليه $50 في النهار فهمتي والله دابا انفيستيو في وقتكم الله يحفظكم وتعلموا هذا الشيء فهمتي هذه القضيه فهمتي هذه كاين هادو النيت تشدهم غادي تخدمهم مثلا في هذه ميثود ديال اللي بغيت ماشي ميثود بيسك هذه الشيء بيسك ديال بصح شو هذا النيفو هنا وحنا هنا فهمتي هذا الشيء باقي هنا فهمتي باش يعرفوا شنو كاين فهمتي باش دابا بحال هذه كتسمى برانك هي عليها كوبي رايت فهمتي ولكن كتحاول تدوزها بشي طريقه غادي تشوف الناس اللي كيدوزوا هذا الشيء غترجع اللايفات واللعيبات ديال القدام انا والدراري كنجرو هادشي بالتفصيل غدوزهم كلشي عندك البروفيل ديالك كلشي بروفيل ما لقيتش شحال البروفيل كتبها في شكون تسمى في يوتيوب كتقبل ملي كتسجل اللايفات ديالي فهمتي كتحطهم فهمتي هاد هاد شو هادو ديال الخدمة ديال الخدمة ما يمكنش ديال الخدمة ما يمكنش تستهلك الوقت كتقسم بين الهضره وقسم بزاف دابا حنا وصلنا لك قبل هذا الشيء ما يمكنش حتى ديك الكلمه كتحاول ما امكن تفتح لي راسو دابا ملي غادي يمشي يفتح جوجل بلاي غادي يشوف هذا الشيء غادي يقول هي هذه اللي كان كيدوي طن 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 كاين ضحك لي واحد بالروس جاك اقول اقول خليك اقول كيفاش تنصب على البص اسرع طريقه راه ماشي نص راه هو كاركتير كيبغي يهضر معاه زعما راه براك راه اصلا كتكتبها فيه كول اصاحبي راه ما يمكنش اصلا ما كتبتيش فيه كول طيرها لجوجل فهمتي كاين فهمتي كاين المهم هادشي الدراري الصغار كيكليكو بالرجوله كيكليكو فهمتي والهدف اللعبه كاع هو يكليك على الارض اسمع لي شنو الاخر كاين خدمه ديال السيمي ليغا هادي شويه خصكم ماشي بروفيسيونال تقدروا ميديوم ليفل فهمتي كتكون ديجا عارف بزاف ديال الحاجات بحال هكا مثلا هادو كيجيبوا الفلوس فهمتي ولكن كيحتاج انك تكون ذكي شويه في الخدمه ديالك كاين مثلا بحال عشد واحد الكاركتر معروف مثلا شي كاركتر كتعرف انت اخي ياسين شي كاركتر عطيني شي واحد تفكر باش نعطي به مثال حيت دابا انا دابا الجينيراسيون ديالي انا ماشي هي ديالك ما غاديش تفهم لي الا عطيتك شي كاركتر ما غاديش تعرفه فهمتي فروسوم ولا شنو هو ها فروسوم انا نزو كاركتر ديال دراغون بول دراغون بول ديال جوجو نشدوه مثلا هاد جوجو شنو غادي نديرو كيكون عندك ديجا كاركتر 3 دي مقاد هادشي كدار في اليونيتي فهمتي داكشي علاش انا قلت لك غيكونوا معلمين
وسعيد قال لي الناس داك اقلب عليا سعيد والله انت غادي نضربك قلب عليا بلاتي بحال انا دابا كنحطهم غير في الصوره باش من بعد يشوفوا هادشي غادي يفهموها اما هو حطو في راس راس ماشي ايدي ماشي ايدي شي جد تعرف هادشي ولكن من بعد تصون غادا تعرف هادشي هادا اذا عم جوي طلع الصارة شي سهل ما سهل 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 تخدم انا كيجيني سهل كنت ندوز صافي هادشي اللي كاين كاين مثلا كتشدك دراغون بول كتمشي تحطو كتعقل واحد اللعبه ديال الصابواي سيرفرز اللي كيجرب بين الترانات واللعبات غيكون الناس يعرفوها كتمشي تعود ديك خونا كتحط جوجل من الاخر هو اللي كيجري صافي كتحطو تما كتقادو اللعبات كتبدل التيم شويه كتلصقو لجوجل فهمت بنادم كيتيليشارج على اساس كيتيليشارج باش يلعب جوجل في ذاك التيم فهمتي واش فهمتي القال هذه كتما سيمي ليغا شنو هو تلصقو لجوجل هذيك مثلا هاد الجيم هادي ديال جوجل مثلا في داك الصابواي سيرفرز كتنزلها بنادم كيدخل على اساس هادو كيتعتبروا سيمي ليغال علاش حيت انت خدمتي بواحد الكاركتر محققش تخدمه ولكن دايزه فهمتي كتبدل ليه شويه كتكبر ليه الراس ولا شي لعيبه المهم كتبدل ليه الكولور كيدوز داك الشيء كيدوز داك الشيء كاينه كمل كتدخل بقى شويه ضحك عاوتاني باش يبقاش الملل لا وي عرفتي والله الا عرقت والله الا عرقت واش لابس البانطا صاحبي لا واحد كاين البرد صاحبي راه جوج درجات كاينه صاحبي لا حنا انا سميتو انا شوف الصاد البرد تلبسها بحال قوي مي جات تيشيرت كاينه صاحبي البرد ديال بصح وكاين فيديو المهم من بعد نشوف باش نشرح لك ديال هاد السيمي اللي قال كاين فيديو فيه كلشي عندي في البروفيل تزيد انا والدراري كنشرحوهم واحد البنت كانت متبعانا برو في لي لايف والله مشات شدات واحد الجيم ما عرفتش الناس كيعرفوه ولا لا انت ما غاديش تعرفه لكن الناس اللي متبعين هذا يعرفوا فهمتي واحد داك تما الفايلت نايف نايت كانتي اف ال اف هادي هاد الجيم هادي انا اشرح بزاف ديال لي كاركتر كاركتر باطل بيناتهم بزاف بيناتهم فهمتي تا كتلعب نورمال شنو شدات هي عندك اي لايف لعيبات كل 16 20 كلمة ديال هاد الجيم ولكن بدلت غير الكاركتير كل مرة دارت لهم واحد الله يليك تجبرو تال دابا ثلاثة هكا في الشهر فيكس هادي مرة مجوجة والله إلا عندها البنت فهمتي والله إلا ولكن أنت كتشوف العزيمة واللعيبات مشات خدمت عليهم وجات فرحانة عندنا قلت لها شنو كاينة شنو كاينة شنو كاين فهمتي والله الا وكاين بزاف كندويش على الناس دابا هذه واحد الحاله في شكل كتجيني انا فريمون كتجيني بشكل حس واحد الانسان مزوجها وعندها بنت وكذا وناضت قرا داك الشيء ودارت ودخلت رواتب بقات كتدخلها في الشهر انا كنعطيها شابو فهمتي راه بنادم كيبقى يتشكى عليك تبارك الله في الشهر ما شاء الله انت وليد وخدامه عندك خدمتها ديجا لا ما خدامش مقابله غير بنتها في الدار ولا ايه فهمت ثلاثة كم ومازال خدامه زادت داس كتديفلوب ولات كتفهم ولات بزاف الحاجات كتجي تبارطاجي معايا واللعيبات فهمتي كاين بزاف بحالها ماشي غير هي فهمتي كيبارطاجيو معايا مع الدراري صحابي اللي كانوا يطلعوا معايا في اللايف تا هما كاين نمبرز فريمون مزيان بيغ نمبرز فهمتي والله الا اللوزات والله صافي نمبرز هو كيبان شوف هو ايزي وماشي ايزي هو القالب ديالو خصك تتعلم فهمتي خصك تتعلم حيت هذه حرفه اضطر انك انا ندولك علاش حرفه من بعد انا غادي نجي لك علاش الحرفه انا ندولك في الليغال حيت صافي دوزنا سبام دوزنا دابا مثلا سيمي ليغال طبعا ندوي على الليغال الليغال هو كتقاد الفكره ديالك ازيرو ما كايناش او لا تقدر تقلد شي فكره فهمت عندك شي فكره انا نقلد انستغرام مثلا ولا نقلد واتساب فهمتي ولا شي حاجه ولكن باسم ديالك بكل شيء ديالك غنسميوها مثلا ياسين العلي وغتحاول براند هذا صعب هذا صعيب انت عايز انا ننصح الناس كاملين ضرب الفلوس هذا سمي لي جو حيت هذا ليفو هذا اكسب بي جي باش تحصل على تحصل على الات تحصل بزاف الحاجات شوف
هذا اللي شويه ماشي صعيب ولكن كاين سيف وي برو السوكال باليا هو اللي مزيان اه فين العاقه آه. شوف فين الفلوس ولكن خصو الانسان عاد ثاني يتحرك انت ماشي عندك السبام انا عارفهم عارفهم السبام اللي جاهم زوين شوف والله والله ولفظك السبام لا تفرها في المهم ايزي ماني سهله هلا ما تشوفش السبام انا تقول لي يحاولوا على السبام السبام الدراري هو كوبير كتخدم على ديك كوبيرات كيبورد لعيبات فهمتي هذاك شي نورمال ماشي شي حاجه شي ايزي فهمتي كملنا خويا شنو الاخر كيفاش كملنا دابا سالينا دابا يا انا نعطيو مثلا الانسان كي وصل مثلا لي غير كيقاد شي حاجه ديالو كيبدا تيستي مثلا مع كاين دي كاين دي ستور كبار في جوجل بلاي فهمتي فحال نقول لك مثلا كيشوفوا الجيم ديالك كيبغيو تيستيوها لك كي تيستيوها شوفوا مثلا واش تخدم ليهم مزيان حيت هما كيلعبوا على الماركتين فهمتي كي تلقوا ليها الاطب فلوسهم بكل شيء الا خدمت ليهم مزيان كيخلصوا يا كيديروا معك مثلا كونطرا تاخذ واحد البورسونتاج ديال الارباح في الشهر يا يخلصوك عليها كامل كاين دي جيم كيتباع ب 300 كا كنعرف بنادم باعهم ب 500 فهمتي ولكن هادو دراري كيكونوا نيفو افونسي عندهم استوديو عندهم الالعاب فهمتي راك عارف راك تما تلاح انسى لي دابا هاد اللعيبه هادشي من بعد هادشي اللي بغيت انا سيف جالس بغي دي صوبي شويه انا عطيتهم هاد اللعبه شي صوبي انا وريتهم هادشي هذا اي صوب شتي ديك الفيك كول اي صوب ديال بصح 50 دولار بعد ما جابش غير ايسر يدير لي انفولو بلان يخدموا سمي هذاك هو زيان 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 عاود اليوم تسمي لي قال سمي لي هذاك تقدروا تقولوا هذا الدراري تعتبر سمي شي كاركتر معروف نشرحه ببساطه كيكون عندك واحد الكود في شكل الكود سورس ديال هذا ديال فيكول مثلا كود كنت واحد الكاركتر معروف مثلا عجب ياسين عمل ياسين فيكول فهمتيني سي تقدر دير لي شي ديمونستراسيون خفيفه دابا بالكود واو هانت شوف انا وريتها للقبينات ولا انا بغيتك تحل الكود سورس وتهز داك الكود ديال الكاركتر وتحطو تما تكوبيه لا صعيب كياخذ الوقت داكشي امرو انا نزلتها لهم في ستوري البارح الا كانوا شافوها راه داك الكاركتر سيمي ليغال فهمتي غادي نشوف واحد ستوري ديال واحد الفيديو هذا كاركتر سيمي ليغال فهمت ما بغيتش نشوف الدقيقه الا كان مازال نحلو لا والو ما نحلوش براسي داكشي مروان خلي داك الجبل هكاك عرفت شحال الكود عندي وما كنبغيش نوري صراحه لي كود ديالي باش بنادم ما يعرفني شنو باش شنو خدام ما تراسينيش فهمتيني حيت بنادم شنو كيولي يدير اللي كيعرف هذا سيف كيبقى اي كيبقى يتبع سيف غير هو سيف لا حال كيلوح حتى هو عليا كيبقى مقابل سيف لا تخدمه مقابل سيف بلان هاتي صو هادشي اللي كاين شنو مازال الاخر ما عرفتش شنو دابا كيفاش تلقى هادشي اللي تخدمو هاد لي كاركتر راه باينين قلب في اليوتيوب قلب في البلاي في جوجل بلاي دخل قلب شوف الناس شنو كيخدموا شنو كيديروا في هذا الشيء هذا قلبهم شوف تقلب اصاحبي فهمتي قلب في يوتيوب كاين واحد كتسمى الابرين انا نوريها لك كتقلب فيها حتى هي بحال واحد ماشي تولسي ديال التقلاب تيب ديال التقلاب تقلب فيه هاد الالعاب ها هي ابرين مثلا ابرين صافي هذا شوف سو بنادم يتعلم يقلب فهمتي فهمتي صافي هادشي اللي كاين كتشوف تريندين ابس مثلا كتشوف هادو مثلا اللي جايين في طالع كتشوف شنو الواقع ستوب كتقلب مزيان كتشوف الناس شنو خدام كيبان ليا كتدخلو عقاد اللعب لا ماشي باللعب لا ماشي باللعب اشهرات ما عندكش اشهرات لا اضطر دابا هو شنو قصدت باللعب زعما ايزي ولا بالاش ما فهمتش يعني باللعب بل يا ايزي هادشي انا ورا تعبير الجي زعما نو صعيب برو نو ماشي صعيب الا ما كاينش عندك سكيل في الذكرى ما دير والو طبيعي هاد الحال نتحداك دابا دابا هو المزي هو اللي مازي دابا هما اللي كتسنى بنادم نبارطاجي معاهم كتسمى واحد اللعبه ازو فهمتي هادي واحد اللعبه بحال كتران كاين لي زابليكاسيون ديالك
بلا ادز بلا ما كتخسر عليهم الفلوس كتطلعهم. وهذه شويه بشكل فهمت هذه نيفو شويه افونسي ما نكذبش عليك. كتحاول شي حاجه ماشي براند وتطلعها بلا ما تبروموتيها بالفلوس فهمتي. ازور كتسمى اب ستور اوبتمايزيشن اللي بغى يقلب عليها شي واحد فهمتي. بحال نقول لك شنو ازور هي الاس اي او كاين لي سيت دابا جوجل فيها الاس اي او لعيبه باش كيرانكيو لي سيت ويب ازور كترانكي لي زابليكاسيون ديالك بلا فهمتي كتقول افونسي ديال السيو سوا بحال ايوا هذاك شويه تقلاب شويه كتعرف تقلب على لي كيورد اللي خدامين تارجيت الكيورد اللي في الدوات شويه بشويه داك اللي مازال حتى يحط بعد عين وول بيبر وفيك كول بدا تشوف غير كيفاش كينزل داك الشيء شويه بشويه داك الشيء اللي ورينا قبيلات انت بشويه بشويه انا كثير لا ما كثيرتش برو بلاتي دابا وصلت دابا السيد هو قاد لابليكاسيون ديالو خدمنا في سمي اليونيتي 3 دي مثلا نقولوا خدم جيم في اليونيتي 3 دي خرجها ها هو خرجها زيد خصو قال جو بونس سي ماركيتي لها لا اذا كان سيمي ليغا كتماركيتي راسها براسها بلا علاش هو علاش سيمي ليغا كيعتمد على واحد الكيرو بيديج عليه السير مثلا اول واحد الشخصية عليه السير ديك الشيء باش بنادم كيجي يقلب كيلقى الجيم ديالو ديجا البراند ديال راسه ديال راسه بلا صافي بحال هذا الشيء كارتي ديال سكويد جيم ولا شي حاجه ولا هذيك سكويد جيم راه 20 درهم 30 مليون في الشهر كي كيخرجها في الضحك اصاحبي الناس كتقالوا والله ما تفرجت والله الا حطيتها جيم ابرو صراحه انت ما تفرجتش كيفاش خدامه صادوا لي الكود سورس ديالها كتبت حطيتها كتدخل فهمتي وما نقولش النمبرز 20 كنقول النمبرز ديال الناس صراحه شنو والله ريت تجيب لي ان كا في النهار ان كا ونص فهمتي انا مش مستهلك ديك الدرجه الاولى المهم راك عارف خلي الناس تفرج حنا كنخدموا مزيان كمل البوست فوصلنا دابا صافي دابا هاد الناس منين كيتخلصوا من الاعلانات يا كاين بالاعلانات وكاين من مثلا من يبيعوا شي حاجه وصل لابليكاسيون هذه خليوها من بعد هذه ساعه هذه حاليا انسان ساعه فهمت الاعلانات كاين بزاف ديال الشركات ديال الاعلانات ادموب فيسبوك كاين اليونيتي ادز هادو يسجلوه دابا نكتب لك هادو معروفين ادموب في انا نكتبهم دابا باش يعرفوا هاد هادو ملي كتخلص انت فهمت عرفتش واش بعد اللايف غادي مزيان برو ما عرفتش واش الناس غادي معنا مزيان شوف فيما 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 ما غنفهم والو غنخدم لك هاد اللعيبه هادي لا طارق جيب لي الخيط ديالي وجيب عشان شنو نخدم في الاول برو ديكلاريتها ما كاينش ايزي ماني فهمتي عاد خدم ما كاينش السيت عاد دخلت كليك عاد ضرب الفلوس ولكن عاد تسمي هذا راه عاد تضرب ديما ديما ملي غادي تعلم هذا الدرس ديما ضرب صافي برو كامل راه ديما انا نكتب لهم شركات كتهتم معاهم انا انا صاب انا كتب انا كتب لا كان احسن نقول شي نفس دواء خير خذ والله تهيت خذ سير والله لا لا سير شوف سير ودير لا لا انا عرفت عيش والله راسي واو ضعيف لا سير شوف وسعيد خيط ابيض صافي هاد الاوديو انا صافي انا تكون كاعي تقريبا هاد الاوديو فين هو ما بانش ليا طبيعي طاغية مزيان الكومنت ديال الفاسك كيفاش؟ بانجلي ما تبارك الله لي كومنت بزاف شاهين هادشي كامل برو انا غادي نبارطاج سلام الخوات هنايا يبدا غادي صافي غنبارطاج هادشي كامل حيت انا ديجا مطراسي عندي غادي نحطو اليوم كامل فهمتي
يعني حتى ما لحقش واحد شي حاجه غادي نلقاها في ستوريات عندي فهمتي، وغادي نديرهم في الهايلايت حتى الا جاب شي واحد من بعد يتفرج هذا اللايف دا سيفي تا يلقاهم عندي. واحد الولد صافي دابا نقدروا نكملوا. واحد الولد كتب لي قال لي اه ياسين كنتي تتصاوب الصابون البلدي باش تعطيك تتصاوب الصابون البلدي اه نسيت كان تيجي حمام ودي صالح ما بانش لي ما عيناش كله خياتي انت دابا ندوش المشاكل دابا انا بغيت ندوش المشاكل لبرا لا بس قبل ما ندوش المشاكل هادو كيتسموا لي زاد نيتورك يعني لي نيتورك ولا لي بلاتفورم اللي كيعطيوك الاتس ديالهم باش كتخلص هذيك الاتس اللي كيطلع كيكون هاد الشركات هادو فهمت صافي داك الشيء ايزي اصلا ملي تعلمي قد الكود سورس راه كيعرف يقاد تهد ماشي ساهل ماشي شي حاجه برافو راه ساهل غير الوقت اللي كنا كنتسولي الكودين وخضار وجبد الله تيس بدا حنا نديرو فيديوهات وغادي نشوفو داك الشيء ولكن ماشي ما غاديش فيديو ولا ما تحركش ما تسناوش فهمتي شنو اي بينو لي برافو راسي راه عرق صراحه بغيت نشوف شو بنادم كيتحرك كيجي يسولني فهمتي ماشي يجي يقول لي برو كيفاش نبدا انا هاد الهضره ما كنحملهاش يقول لك راني بديت هنا وحلت هنا اه هادي كنبغيها انا انا بديت ها شنو انا براسي كان ما كنبغيش بغيت نتعلم شي حاجه كنمشي نضرب واحد المجهود نقلب بزاف حتى كنحل شي حاجه بسيطه عاد كنسول عليها باش كتخفف على شي واحد فهمتي بلان بلان صح شنو صافي دابا صافي هذوك ندوي على الشركات بعدا حيت واحد جوج تما خصني ندوي عليهم بالضبط ديال فيسبوك ديال جوجل ادموب تبع جوجل بحال الناس اللي عندهم الادسنس صحاب اليوتيوب عندهم ادسنس حنا عندنا جوجل عندنا ادموب هو هذاك هادو تبعين جوجل جوجل شويه ستريكس برو في الخدمه ما خصكش انا نشرح ليك ما عندهاش مع السبام هي فهمتي داك السبام قوه الاد طالع في ما كليكي شي واحد يطلع عليه شي حاجه ما عندهاش مع داكش غتسد لك الكونت من الاخر واخا يكون فيه فلوس غادي تسدو ليه واخا يكون انا شحال من راس سدو ليه حيت كتبغي تيستي شي لعيبات كيمشيو الفلوس هانيه ماشي مشكل فهمتي ولكن شي واحد مبتدئ ما بغيش يمشي له ولكن الا خدم هادشي هذا ما غاديش يسدو ليه ناكد ليك المهم الاحتمال ديال 90% ما غادي يسدو ليهش الا جا مع شي موجه وصافي فهمتي بلان مزيان واش مشات الكونيكسيون ولا حسبان تيلي ما عرفتش المهم عليا سميتو 20% في التليفون في الشارج المهم كمل اوكي الفيسبوك تاعي خدامه مزيان انا كتبتها تما فيسبوك اوديونس نيتورك هذيك البلاصه فاش جوجل فاش فيسبوك كتعطيك تحط الادس ديالك في الابليكاسيون ديالك باش كتخلص كتشوف الارباح هما اللي وريتك قبيلات هذوك ديال فيسبوك ما وريتش ادلوك نقدر نقول لك اعلى واحد يقدر يكون فيه الضغط هو لا احسن لك العاقه راه غاعد 15 10 شحال كتجيب هاد هاد الدوس كتجيب هاد المهم صافي هادشي اللي كاين شركات اخرين عادي نخدموا مع راسكم فهمتي نورمال خدموا نورمال ما كاينش ما فيهمش مشاكل ديال السدان ولا كذا حتى فيسبوك ما فيهاش صراحه فهمتي جوجل اللي ردوا معاها البال شي شويه وهي ديجا عندها الليميت واحد اللعبه كتسمى الليميت كتليميتي لك الات ما كتبقاش تطلعهم كاع هذا كديرها باش كتفيريفي لك الترافيك ديالك فهمتي عرفتي راسك سخان حسيت به صافي لا اسعد كتب لي الناس طاك حرام كنشنق عليه اه يا كان بغيت تكتب علي من تيلي عرفتي كنشوف لي كومونتير كانت كيهربوه لي فهمتي ها خلي الله ديك لي كومونتير مازال جاي لي فهمتي صافي الشركات الاخرين خدامين عاديين في ادمو بيردوا معاها البال صافي هادشي اللي كاين ادمو احسن وحده نقدر نقول لك وهي ستريك شويه هادشي اللي كاين سيف 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 انا فقط دابا تفكر دابا سعيد اها نبارطاجي معاك دابا البارح البارح واش مليار ونص ما نسيت والله الا نسيت مليار و200 يمكن ولا شي حاجه مليار و120 شي 100
والله ما عقلت صبر المهم مليار كاينه شي حاجه اخرى دابا هذيك الرقم الثاني كيما بحال 200 دولار فهمتي مليار وشي 260 مليون دابا في النهار قلت المهم كان مليار كاين هادشي شوفها اسمحوا لي الناس تفكروا انا هاد المهم هذا بحال بحال تدوي انا كابي الفيديو صافي نسيت كمل خلينا فيك خلي داكشي ما عليه صافي هادشي اللي كاين نورمالمون غادي ندوزو للمشاكل غندوي في المشاكل شويه برو باش ما نزوقلهمش عاوتاني مابقاش عايزين كلشي نزوق كاين المشاكل ديال الخزان ديال ليفون هذيك اللي كتشري ب 25 دولار ديال جوجل هذا كاين هذا الا ما رديتش في الدار نمشي للعيبان كيكسب ولكن عاد تبع الفيديو انا حطيتو يقول لك حطيتو باش ما نمرهاش فهمتي طبعا عند اخاك تلقاوه في تلقاو في الانستغرام ديالي مشوا للهايلايت غيلقاو اليوتيوب غيلقاو داك الفيديو هذيك الطريقه باش كنفتح لي كونتان صافي كلشي فيها ما فيهاش ا تو زد تما كامل شوف 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 سيف وي برو قلت لهم مليار و260 مليون ما بقاوش متبعين معاك شوف الخوت ريحوا شربوا ميه الماء 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 خويش قاعد الماء ريح شويه وتبعوا معايا سيف على الله الا عييت عمري عييت شي لايف مليار اطول لايف درتو انا في حياتي هو 4 ساعات شوف شوف معاك العلاوي يا صاحبي عشيرك يا صاحبي خاصك شوف انا دابا دابا في اللايف اللايف بس سيف خاصك شكون اللي غيكون معاك واش غيجبد منك الحاجه واش غتقول لي نجي في اللايف واش غتشوف طبعا انا حسيت بلي نرجع داش والله الا كندوي بنيتي صراحه ماكس كنحاول نعطي له ماكس اللي كاين فهمتي باش يفهم اما كون نبدا نقول لك واه دوك سميتو ان شاء الله استراتيجيه واش درتي ان شاء الله وتبقى بدلتي الحاله ديالك الماليه الشعب ما بلا ما باغيش داك الشيء يا صاحبي باغي خاصك تبارطاجي مع الله اصاحبي وي وي صراحه نسيت شوف دابا مليار و 260 مليون خفقتهم ضابط الدري ضابط في النهار الدري كاين مليار في العام مليار في الشهر كاين هادشي عادي في النهار ضابط في النهار انا صراحه انا شفت داك الفيديو ستاندرز ديالي تعلاو ما نجيك من الاخر فهمتي كلمه المهم اسمحوا لي يا الخوت اسمحوا لي المهم انا شفت الفيديو ستاندرز ديالي تعلاو غادي نخليها أبوش أبو تمش بس شعب ودش أشنو تسمعكم أنتي بس هذا بتفكر أخو الناس ما هو بيلا شو أخو الناس لا مين ومثال مين وبيخير وسيباتاجيو مع الناس وحدا مسكين لايف وعادي بيخير مسكين خدام ويحاول يصوبي ولاد الناس أما تتفرش خشية تفرش لي الناس تدفق لي في الدولة هذه ما أدرى وصبر أنت كتشوف درويش إيش صاحبي بيخير وبنادم ضاربين و حيت لي هادو ماشي تدفخوش على ولاد الشعب ولاو يتصوروا عليهم هادو هما ولاد الاصل الاصلين واه ما نقاش على عاوتاني باي اجرو دوي المشاكل صافي المشكل الاول خصك هو ان نلخص لك المشاكل كامل هذاك الكونت ما يعاودوش يشريوها بنفس الكارت برو هذيك قلتها في اللوغ الطريقه باش تفتح انا حطيت فيديو ديالها باش تفادى المشكل انه تفتح ويمشي لك الكونت هي سيف هي باش نهضر معاك قبل الشيء اللي كنت تقول مليار دابا في بلاك فرايداي وهذه هذاك ستانشي في دافير تقول لك مليار ضربات في 260 مليون تقريبا ضربات رباح ارباح اصاحبي من هذاك اللي يوريكم مليار في اخر هذاك فيها راس مال وفيها بزاف شحال عندك تما فيها عاد تبقى 5% ولا 10 والله ما يفوتها ولي كاينه ما تدويش هذاك ما تيشيبيوش هذوك تيشيبيوش هذاك بوحدو هذاك خلي باين تصين في السور خلينا بلا ما نبقاو سميتو منين شوف بان تصين في السور يبقى من السور صراحه وشوف بينهم بين اللي خلقهم صراحه جو من الاخر انا ما نقدرش ندير داك الشيء سلام المهم ما عليناش كملنا بسيف واحد اللعيبه الاخرى باش يفتحوا الكونت ديال جوجل ادمو
هذا الموب هذا اللي شركة ديال اللي كتعطي في الاعلان اي نعم بحال 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 اللي كيقول هو هذا شوف حتى هي عندها تقريبا معايير انك تفتح مثلا لاخر الكونسول ديالك ب 25 دولار انا خصك تفتح بي سي او لا غادي تفتح الطريقه اللي عندك الفيديو اللي انا شاف يعني هذاك باش كتفادى زراعة المشروع بلاص شي اي حاجه يقول لك مثلا ملتيبل اكونت ملتيبل اكونت هو تعدد الحسابات ما كيبغيوهاش فهمتي ما كيبغيوش ياسين يكون عنده بزاف الحسابات كاين القالب ديالها انا حطيته في الفيديو راه كاين صافي هو غادي تلقاوه في الهايلايت ديال اليوتيوب دخلوا غادي تلقاوه ولكن هادشي من بعد تيجي وحلوا لي كونت غادي تعلموا شويه وبزاف الحوايج فهمتي صافي ما صراحه ما كاينش شي حاجه اخرى اكثر من هادشي برو الا كان شي سؤال الا كان شي حاجه عندك تنسى سولني مرحبا الفيتشر نقدر نقول لك فين غادي انا براسي حاليا كنتعلم فهمتي كنتعلم نقاد الفي ار الفي ار جيمز اللعبات الويب فري فهمتيني جيمز هادشي كيتقاد باليونيتي حتى هو كيتقاد باليونيتي فهمتي ولا فهمتي كنتعلم نقاد داكشي حيت داكشي غادي ليه فهمتي انا كنبغي نطور راسي باش ما نبقاش عاوتاني ترجع انا الضعيف عاوتاني نبقى نقول لواحد ما تدخلناش بنادم الطول راه عاد شوف الانسان ديما خصو يطور راسو واخا توصل فين وصلتي فهمتي البلان دابا دابا جو بونس غنخداو هو قول على الهيد لاينز باش خدام تقريبا ملخص كامل وكل شيء حتى المشاكل فهمتي الكول داك الكول اللي قلتي صافي انا شوف انا غنشوف له هذا كنشوف له البلان ماشي مشكل لا نصاوب كونت ونمشي يوديمي فهمتي ونبارطاجي معاهم هو ماشي مشكل في الشراء المشكل زعما انا براسي نشري ونبارطاجي ماشي زعما المشكل في الفلوس المشكله برو هو في واش بزاف لي كونت غادي يخدموا بزاف الناس في كونت واحد الله اعلم واخا واخا نشوفوا اذا كان الله يحفظك اذا كان في جوجل انا وعدك نقلب عليه اسميش ابارطاجي معايا نبارطاجي معاهم فلان هو من الاوائل في المجال وفلان هو الاوائل في المجال زيان لو كاين شحال واحد من الاوائل والاوائل او طبعا حنا بغينا نفيدو ولاد الاسئله خاصك خليت لي المعلومه فين فادتنا مثلا ما فهمتش ما فهمتش علاش الاوائل فلان والاول ورا واحد دخل تا واحد دخل 2009 تا هو من الاوائل انت بازيت على هذاك من الاول حيت كتعرفو علاش انا دخل قبل بالوقت وما باينش قلت لي اجي للفارماسي تقدا شويه السردين باش فهمتي ما فهمتش انا طيب طالع معايا في اللايف دابا تيفيد فيا وانا تنستافد نتعلم شحال من حاجه قيدت عندي المهم لا جوا معايا شي واحد في الموبايل نقدر نجاوب معاه شويه المهم انا حيت الاميه تقريبا في الموبايل واحد شد عليه خدامه راسو باش كيضاف العاقه راسو ما فاش 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 نفعتي مواد الامه فاش نفعتيها صاحبي غتعيش واحد 70 عام صاحبي وغتودع وحنا مقصرين شادين ستون واحد باكي ما عرفتش شنو هاكا شاد السون في الاخر يقول واه مات مشى صاحبي فيد صاحبي وعاون خوك شوف راه والله في وان شوت صراحه انا جبت الاخر هذه كنت ديرها في بالي والله في وان شوت الضربه خصها تلصق شي ضربه من غير الضربه شي نهار تلصق صافي عيش همتي والله تبعت دير داك الشيء انا فريمون كنصح بنادم يدير داك الشيء اللي بغى فهمتي حيت هي صعيب انا دوزتها برو مع الدار يقولوا ماستر واش كدير واللعيبه ست خدام طفاك فهمتي ما يمكنش فهمتي كحس المجتمع غادي هكا وانت غادي هكا فهمتي ما كيتلقاش داك الشيء وات اصحابك اصاحبي ما كيشجعوكش فهمتي بلا ها سيف وي بلا باش نكادريو اون بري لا ما نعطيها هكا انا موقف كامل غادي نكتب ستوريات هايلايت غير صباح كامل عندي الديتاي انا كندير اي حاجه نكتب اورجانيزي انت دابا مورا اللايف عمش نحطهم انا فهمتي اه
الله يرحمك الوالد. هذه انا حيت انا ديجا منوطيها مبروك غادي نحط داك الشيء فهمت. لا هذه مزيان. قضيه اخرى شي نصيحه للبنات اللي غيخدموا في هذا الدومين، اشنو الله اش غيديروا واشنو هو؟ انا نجيب من الاخر غيضربوا شويه ديال التماره، ولكن انا كنقول لك واحد ضرب تماره غتلقى الفلوس، ما ضرب تماره ما غتلقاهاش فهمتي. غتلقاها غتلقى الفلوس، غتصوفي ماشي غير عائلتك، غتصوفي العالم فهمتي. خصنا تطور النيفو ديالك، الانسان يكبر الجولز ديالو شي شويه فهمتي. انا خدام على دابا كيقول لك كيجي عندك واحد يقول لك انت ضارب العاقه، العاقه بالنسبه لك ماشي بالنسبه لي انا فهمتي. كنقول انا ما ضارب والو، حيت انا تسيد كنهضر بالالماني ما علينا. الجول ديالي هو مثلا 9 فيجرز، انت الجول ديالك 6 فيجرز، انا مالي اخويا، انت كيبان لك انا ضارب العاقه، انت تحكم عليا صحه فهمتي. انا كيجيني تاني بالدار الا مثلا ما يخرجش العام مثلا شي حاجه مزيانه، ما نكذبش عليك كنكعف راسي. طيب ملي قلت لك البارح، قلت لك البارح قلت لك سعيد راه ضرب مليار و260 مليون، قلت لي انا فان ديال داك السيد خصني نتعلم من عنده. وي صراحه هذا تواضع منك فهمتي. انا كيعجبني نتعلم من هذاك احسن مني، وديما كندعيها الصراحه الله يلقيني من الحسن مني، غير لقيني من الحسن مني وبلا ما يعطيني غير فهمتيني فهمتي. انا بغيت نتلاقى بنادم احسن مني باش نتعلم منه. خلينا من الفلوس، انا ما كندعيش الفلوس صراحه، عمري يقول يا ربي عطيني شي مليون دولار ليها غتخدم عليها غتوصل ليها. انا بغي نلاقي من الناس اللي واعرين فهمتي، باش انا نتعلم منهم كذا بزاف الحاجات. يا عقلي شوف، هو كيسيون ديال المايند سيت اكثر من الخدمه فهمتي. والله كيسيون ديال المايند سيت فريم بزاف الحاجات اللي المهم راك عارف. كنتمنى يكون دوز اللايف مزيان صراحة، أنا ما عرفتش الريفيو ديال بنادم. أنا شوف أنا باع على طب الأونلاين، ولكن بزاف العيب يعني داري إذا كانوا غير ديجا بعدين شوية غادي سميتو غادي لايف لي بلي تكنيكا برو. كان عندي في البروفيل ديالي، أنا جيت اللي قلت لي نديرو لايف مرحبا فهمت على الراس والعين، 1000 واحد 2000 دخلوه حسن، راه الهنداويين غيدخلوا ولا باكستانيين راه زعما ما كيعرفوش هذا الشيء، والله ما يدخل مغربي فهمتي، سير خدم على راسو بلاه على الراس والعسير اخويا. راه نوريك سير الله يجيبك تيزا، دخل 1 مليون دولار في النهار، انا ما ندخلهاش ماشي مشكل غير سير. انا بعدا راه سحان فرحان من داخل صراحه. الشيء اللي كاين شي نصيحه دابا للدراري، شوف عندك الدراري وعندك كلمه غتقولها للهيترز. الهيترز شوف، الهيترز طلعوا النيفو شويه باش نفقاوش هيترز. الهيترز صبروا الله با ما بعد ما نقول لهم اصاحبي، انا فريم باغي الهيترز باش كنعرف راسي في الطريق الصحيحه صاحبي. انا باغي يوم يبقاو صاحبي، كيموتيفيوني بعض المرات والله كيموتيفيوني داك الهيترز صاحبي. غير هما كاين واحد النوع ديال الهيترز كيبغى يضغط عليك مثلا سطوريات ولا لعيبه وتيدوي عليك خايب مثلا، صراحه ما كنديرش حاجه خايب باش يدوي عليا خايب. المهم كيبغي يضغط عليك باش انت كتنوض وكتبغي تبارطاج ديك الشيء اللي عندك فهمتي. كاين هذا التكنيك فهمتي، فهمتي بحال كيضغط عليك باش انت تخرج داك الشيء اللي عندك. هادو انا عايق بهم شي وحدين فهمتي، كنعرفهم، عارف الجول ديالهم، عارف بزاف حيت كنعرفهم كاملين اصاحبي. كاين واحد الهيترز اللي اصلا ما حاملتش حتى تدخل بنادم بالدومين وصافي، هادشي اللي كاين. هذا كنبغي نقول ليه سير طور راسك، اصلا هاد الناس اللي دخلوا مساكن الدومين راه ما اصلا ما يوصلوا لكش، حيت اصلا ديجا بادي اصاحبي. طيب ما يكونوا هنا تعصب تكون هنا من الاخر، اذا وصلوا هنا تعصب تكون هنا، المشكل ديالك. عرفتي يا سعيد؟ صدقة سعيد. انت كاتري؟ شكو باغي تخسر العضله؟ دابا انا وسعيد لا لا ما خسرتش ولا ما فهمت داك الشيء برايفت عندك من الاخر. صعيبه صعيبه، راه الناس هنا بولادهم كيتفرجوا فينا وكذا، المهم كنحاولوا ما امكن نحترموا فهمت. كنزير الصنطه ديال بصح ديال بصح والو انت كنزيرها برو. اش نقول لكم والله
والله الا ساعه سعيده. الله يحفظك ابر. والله الا دراري نصيحه واحده، خدموا على راسكم، الدولار كاين، هادشي اللي نقدر نقول لك. كبر الجولز ديالك، ما تكونش مغادي بالسكرينز. انا ما كنحملش بنادم كيتموتيفا بالسكرينز، فهمتي؟ كيشوف السكرينز فيها مثلا 10، ما عنديش انا مع داك الشيء. بغيت ندوي على واحد اللعيبه. طيب دوي بور، مرحبا، خذ راحتك. هذوك دابا النقطه مع الصباح حتى نتايا، هذوك بيكس انفلونسر. وي موجودين هذوك المزيفين، والناس خداوهم ك ك ك سميتو ك كمثال بالنسبه لهم، ولاو تيخدموا على اساس باش يوليو بحال هذوك. وي اش شوف، ما بدنا كيتخدع بالمظاهر برو، فهمتي؟ دابا انا غدا ضرب عليه راه مشى كيمشي لك، ما عرفتش واش كيمشي لك ولا شي واحد كيعيط. انا معاك، كنضرب عليك راج، ضرب عليك، كنضرب عليك في بالي اوطيله اللعيبات، كنطير في داك الشيء، غنبغي كنبارطاجي عمري بارطاجي كان كل شي مره جات داك الشيء مرة بشكل وصافي، كنبارطاجي داك الشيء. داك الشيء ما عقلتش في هذيك الفورمه ديالي، ولا ماشي وقت صراحه، ما عندناش نبارطاجيها، ما كيجينيش، ماشي وقت وصافي. انا ملي كنت ضارب مثلا الجول ديالي وصلت له 9 فيجرز مثلا، واللعيبات نضرب لك جيت مثلا شي لعيبه في الشكل، ولكن ما نضربش عليك انا رانج راه صح، الاخراني كيشريها صح، واش مريضه صح. شو سير، قول تحيه لسي عبد الرحيم. تحيه لسي عبد الرحيم، ما عرفتوش وين وصل الميساج، كمل لي هذاك. في هادشي اللي كاين، هما دابا هما كيتبعوا الفيك بيبل حيت كيتخدعوا بالمظاهر وكذا. ايه ما عرفتش انا، خصو دابا كل واحد ابو راجل يتبع شي واحد، كاين اللي باغي يشوف ديك السطوريات ديال الاعاقه وكذا، واخا هو ما كاين والو كيفيكيو بزاف، فهمتي؟ تيبقى يشوف داك الشيء وما تيدير والو، تيبقى يتموتيفا. هادشي اللي كنقول لك انا، الموتيفاسيون بالسكرين صورت ما كنحملهاش، فهمتي؟ علاش ما كنبغيش نحطهم عندي قليل، الا جاتها كان شي حاجه في شكل سبيشال فهمتي، كنبغي نحطها باش بنادم يشوفها وصافي، فهمتي؟ اما شي حاجه يعني مثلا انا درت ان كاف النهار ودوكر طرواك وصورتها شنو استفدت؟ شوف واحد القضيه، جبت واحد اللعيبه ديال الطوموبيله مهمه. دابا ولا بنادم الا بغيتي تيقق، ولا بغيتي تحس تبين لي انك عندك الفلوس، خاصك تصور لي طوموبيله واعره. ولا سير اخويا، انا ما نبين لك، سير اخويا، سير تبع لي عندو طوموبيل. ولا لا عندهم هنا دابا اش ولا واحد اللي بغي ينصب لك، اشنا هو تيصور لك طوموبيله واعره، بغى يبيع لك شي حاجه يسوق لك طوموبيله واعره، ولات ادم هنايا طوموبيله واعره، دونك عندك الفلوس. انا شحال ما تجي ميساجات بريفي، تجي يقول لك اش من طوموبيله عندك، يعني اذا قلت لي اش من طوموبيله عندي غادي كلاس عليك الطوموبيل. هو شوف هذا بور مايند سيت برو، ما يمكنش، راه اصلا بنادم ضعيف اصاحبي، راه اصلا في المغرب تاع المؤثرين كاملين ضعاف، المايند سيت ديالهم ضعاف، انت تسمع تحزقوا اصاحبي، راه طايح تحزقوا انا كنفهم والو، ورضي اذا تبقيت معاك وتبقيت معاهم، بقاو تبقى حل الامور تتفرج كل ما جا اسعل هو معاهم. انا عندي ميديا هو في الانستغرام، ما راح يقيدوا الانستغرام. وما تعصبني هاد الجي ولا تعصبني بزاف، مي انا شوف انا والله الا بروك عارف الدراري صحابي كيضربوا المليونز، والله ما باين حتى في الانستغرام، فهمتي؟ ما باينش، واخا كتلقاه باين فولويك ولا حيت عشير وكذا، ما كيضربش، ما كيصور والو، داكشي عايش في راسو اصاحبي، فهمتي؟ داكشي وصل له هو، ماشي ضروري بارطاجي مع الناس، حيت ملي كتبقى تبارطاجي داكشي مع الناس ضعف الشخصيه اصاحبي، كتبغي تبروفي واحد الحاجه، فهمتي؟ كتبروفي عندك شي نقص، كتبغي تبروفي البنادم ما بين داك الجمهور وكذا، فهمتي؟ انا هادشي اللي كيجيني والله اعلم. ودابا والناس ديما دابا تيديرو تكتبو دابا شي سميات، قلتها ما تنكلاشيو حتى شي واحد، وما تندويوش على الناس اللي فادو وعطاو، تندويوش عليهم، هادوك تحية ليهم وفوق راسي، تندوي على ناس اللي ما عطاو والو،
وباغي غير يحلف في داك في الناس ويقوم الناس ويحرك لهم. اما الناس اللي عطاو هذاك عطاه ولا دخلتي اليوتيوب ولا دخلتي سميتو عطاه فاد بشي حاجه دونك لا وراك اللايف ستايل ولا شي حاجه ندوزوها واخا شويه اكزاجير ندوزوها. مي كاين اللي ما فادك والو انا غادي لماذا اشو هذيك عياقه وصافي بنادم عنده نقص عياقه كيبغي يخرج داك الفولورز اللي عنده مساكن بنادم مقود عليه فهمتي و فهمتي كيشوف داك الشيء كيبقى بحال بعيد شويه كيبقى بحال بعيد انا ما عنديش الزهر انا كذا وكذا كيبقى داك الشيء ديبريسيون كتجيك تجي فهمتي بنادم كيبقى يدير والو كاين اللي كياخذها موتيفاسيون كاين اللي لا فهمتي وهذيك الاغلبيه نتاكد ليك في المغرب كياخذوها ماشي موتيفاسيون والله ما كياخذوها موتيفاسيون نهار على نهار كيتاثر على بنادم صافي بدي يفشل خلينا نعبروا في هذا الشيء انا صافي واجد صعيب فريمون صعيب بس خاص تكون عندك المايند سيت ديال النحاس باش تواجه هذاك الشيء كامل الحمد لله كاين بزاف من السوجي والله ان سوجي اللي ما نديرو له شي باش هذا دابا انا خدام على واحد اللعيبه وكنت دويت فيها مو دويت انا وسعيد قويله مش دويت يومين ولا ثلاث ايام دوينا عليها ولقينا واحد لا ميثود ديال كيفاش هاد الناس غادي يوقفوا على حدهم. الحمد لله عندنا واحد الكوميونيتي متبعين واحد لا ميثود غنقويك بسلاحك باش غير الله هذيك الانفلونس ديال الشعب المغربي ديال الناس اللي متبعين هاد هاد النيتش ديال المايند سيت حيت تيكونوا ناس قلال اغلبيه تيمشيو يبغي باش يدير بيزنس ديالو يبغي يدير شي حاجه يبغي المهم غادي هو انه باش يكون ليدر يعني تكون قلال ما دامش تتبعوش اي واحد حيت كان تبعتي لايف ديال التفاهه تلقى دابا طالع واحد 40000 ولا 50000 واحد تيتفرج مي الليدرز اش يكونوا في اللايف ديال المايند سيت تيكونوا ناس قلال تيكونوا لا كريم تيكونوا اكسبيريونس دابا كاين اللايف بين فرق بين لايف تكنيك بحال اليوم وكاين اللايف ديال كتسمع الاكسبيريونس ديال واحد بحال الاكسبيريونس انا كيعجبني نسمع الاكسبيريونس ديال شي واحد كنشوف دار شي غلط كنتعلم منه اوتوماتيكمون فهمتي باش بلا ما نديرو انا كيبان ليا غلط كنوزنو غلط لعيبات صافي هذا غلط ترى الناس صعيب يخلص في خمسه هكا باش كيمشي يحضروا الكونفيرونس باش يسمعوا اغلط ديال واحد اكسبيريونس نورمال فهمتي خليهم دابا واحد القضيه المهم تنقولوا ياسر بلا لايف كونفيرونس كونفيرونس تنكون مطلوق مزيان ومطلوق صافي تندوي مطلوق وفي لي كونفيرونس مثلا بريباريش مثلا والو مثلا والو زعما تقول لي زعما كونفيرونس عندك خطا علاش غادي تدوي مثلا مشي تمايا انا تنجو هاد هاديك الشيء اللي دوي باش ما نقدر باش اصلا تشوف وقع لي عاب انا غير نقول شي واحد ولا غير جديد ان سوجي عنده علاقه للاسف والله الاكسبيرينس واحد الحاجه واعره والله الفريم واعر